مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من الأهلي ليلة، وعندنا النهاردة فقرتين من الفقرات الحوارية في البرنامج والتغطيات الخاصة بالملاعب محليا ودوليا، وفي المقام الأول طبعا أخبار النادي الأهلي. عندنا عدد من الفقرات هنبدأها بتغطية ومتابعة للأخبار. طبعا لا صوت يعلو على صوت مباراة المقاولون العرب المهمة جدا في انطلاقة جديدة بيعتبرها الجميع داخل النادي الأهلي على مستوى الإدارة ولجنة الكرة والجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. الكل بيعتبرها انطلاقة جديدة بنتجاوز فيها بإذن الله المرحلة السابقة، ونقف على أوجه القصور اللي كانت موجودة لعلاجها سريعا، وده اللي تعودنا عليه دائما أبدا في النادي الأهلي، إنه شخصية النادي الأهلي وخبراته وتاريخه وحجم بطولاته وإنجازاته بتمكنه من إنه يتغلب على الأوقات الصعبة ويغير الأمور للأفضل فنيا وتنظيميا وإداريا كل شيء، لما بتكون في فترات فيها بعض التعقيدات أو كبوة ممكن تمر بأي فريق كبير في العالم مهما على شأن هذا الفريق أو ذاك. الكل ممكن تكون له فترة فيها الأمور مش بتسير على أفضل شكل فنيا، لكن إزاي نتجاوزها سريعا هو ده اللي بيميز كيان عن آخر ونادي عنده حصيلة خبرات كبيرة زي النادي الأهلي عن أندية أخرى. الكل بيتكلم عن مباراة المقاولون العرب، وإحنا هنقف مع حضراتكم على أهم الأخبار وآخر الأخبار المتعلقة باستعدادات فريقنا الأول لكرة القدم في ميرانو الأخير، والاستعدادات الخاصة كمان بالقائمة واختيارات الجهاز الفني الحالي بقيادة الكابتن محمد يوسف المدير الفني للعشرين اسم أو 20 لاعب اللي هيكونوا ضمن قائمة هذه المباراة اللي هتقام بإذن الله غدا في السابعة أو في تمام السابعة مساء. بعد هذه الفقرة أو تغطيتنا الإخبارية في بداية هذه الحلقة هيكون معانا حوار خاص لقناة الدوري المصري وتوقعاته لانطلاقة الأهلي اللي بنتمنى إن شاء الله أنها تبقى موفقة غدا بدءا من مباراة المقاولون العرب بإذن الله. وبعد هذه الفقرة هتكون في فقرة أخرى مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين والتغطية المتميزة اللي بيقدمها من خلال متابعته للملاعب الدولية والرياضة وملاعب كرة القدم على المستوى العالمي من خلال هذه المتابعة اليومية اللي بيقدمها لنا زميلنا عمر ربيع ياسين عبر شاشة قناة الأهلي ومن خلال برنامج الأهلي الليلة. هنبدأ مع حضراتكم، عندنا عدد كبير من الأخبار، الكلام طبعا عن المقاولون العرب لا ينقطع والكل مركز أعلى درجة من التركيز، الجهاز الفني المدير الفني كابتن محمد يوسف، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الكل بيقول لا صوت يعلو على صوت هذه المباراة أو مباراة المقاولون، وأنها ممكن تمثل نقطة فارقة مهمة جدا في حالة التوفيق بإذن الله في هذه المباراة، ولو قدرناها بالشكل الصحيح وخرجنا بالثلاث نقاط المطلوبة لأن الأهلي هيركز بقوة في الفترة الجاية على الفوز بكل نقاط إن شاء الله المؤجلات، وأنه يعود بقوة للمنافسة على لقب الدوري العام المصري، وده هيكون أفضل استعداد له كمان للفترة الجاية والدخول في المنافسات الأفريقية من خلال دوري الأبطال في نسخته القادمة. 20 لاعب تم التوصل إليهم أو اختيارهم بشكل نهائي من الجهاز الفني لمواجهة المقاولون غدا. الأسماء هي أو أسماء العشرين لاعب جاءت كالتالي: شريف إكرامي، علي لطفي، حسام عاشور، وليد سليمان، هشام محمد، أيمن أشرف، إسلام محارب، مروان محسن، سعد سمير، سليف كوليبالي، صبري رحيل، وباسم علي، ميدو جابر، وأحمد حمودي، وأحمد الشيخ، وناصر ماهر، وكريم ندفد، وأكرم توفيق، ومحمد شريف، وصلاح محسن. هنقول بمنتهى الصراحة أو هنتكلم بمنتهى الصراحة أن لسه في غيابات وقد تكون مؤثرة، وأن دايما أي نادي لما بيغيب عنه عناصر كثيرة وبعضها من أصحاب الخبرات وعدد من المحترفين في صفوفه اللي بيمثلوا القوة الضاربة لأي فريق، أكيد ده له حساباته وممكن يبقى له تأثير أحيانا سلبي بعض الشيء على بعض الفرق. ولكن عندنا أسماء كمان زي ما قلنا لحضراتكم كل 20 اسم أو القائمة اللي هتخوض هذه المباراة أعتقد أنها مليئة وبتمتزج فيها الخبرات باللاعبين الشباب المتميزين اللي لسه عدد منهم لم يحصل على فرصته كما ينبغي في الفترة السابقة، وفي مطالبات جماهيرية وفي مطالبات من داخل لجنة الكرة والمسؤولين في النادي الأهلي أن احنا نستفيد بطاقات هذه المجموعة أو المسؤولين عن كرة القدم في مقدمتهم طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، وبخبراته الكبيرة في عالم كرة القدم مش بس مسؤوليته كرئيس لمجلس الإدارة مع كل من كان مشرفا أو يدير مع الكابتن الخطيب ملفات كرة القدم في النادي ومن يثق في قدرتهم على أن تكون استشاراتهم مؤثرة وإيجابية، هذه الكوادر الموجودة في النادي حاليا الكل بيتكلم عن أن في مجموعة متميزة جدا لم تتم الاستفادة بيها بالشكل الأمثل أو كما ينبغي في الفترة اللي فاتت، ودي آراء جماهيرية وكمان بنتابعها بقوة في
كثير من او في اراء كثير من المتخصصين في الاعلام الرياضي ومن النقاد الرياضيين. عشان كده بنقول ان في قوه ضاربه في الاهلي لو خدت فرص كويسه في الفتره الجايه ان شاء الله واديرت بالشكل الافضل وتم الاستفاده من طاقتها الفنيه والبدنيه وتوجيهها خططيا وتكتيكيا بالشكل اللي يتناسب مع رؤيه النادي الاهلي واسلوب لعبه، هيكون لهم تاثير كبير جدا ان شاء الله في الفتره الجايه، والاسماء متميزه وفي مراكز مختلفه في الفريق، فضلا عن الصفقات القادمه ان شاء الله والعناصر اللي ممكن تكون اضافه كبيره للفريق بعد الاعلان عنها رسميا. 9 لاعبين في الاهلي خاضوا تدريبات اضافيه عقب المران، بيتم تجهيز كل العناصر حتى اللي مش هيدخل هذه القائمه او هذه المباراه، قائمه هذه المباراه ولن يشارك فيها. الجهاز الفني مهتم بكل العناصر الموجوده وكل الاوراق اللي ممكن تكون ان شاء الله رابحه في الفتره الجايه، وتدي كمان فرصه او افضليه للجهاز الفني في بدائل كثيره تكون متاحه امامه، وتدي له كمان فرص لاختيارات متنوعه حسب احتياجات ومتطلبات كل مباراه. مؤمن زكريا وأحمد ياسر ريان وأحمد علاء، عمرو بركات، محمود الجزار، أحمد حمدي وعمار حمدي ومصطفى شوبير، مجموعة من الأسماء ومن الكوادر كمان الشابة وبعضهم من أصحاب الخبرات زي مؤمن زكريا، وهذه المواهب إن شاء الله أو هذه الأوراق الرابحة هتكون لها تأثير كبير في الفترة الجاية، بيتم تجهيزهم بالشكل الأمثل من الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد يوسف. وخاض اللاعبون تدريبات التحمل، تدريبات بدنية عشان الارتفاع بمعدلاتهم الخاصة بالأداء البدني وتجهيزهم بأفضل شكل للجاهزية الكاملة في المباريات اللي جاية، وعشان يوصلوا لأفضل حالاتهم الفنية والبدنية. وتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة طبعا بيؤكد أهمية هذه المباراة كنقطة فاصلة أو نقطة فارقة بعد الفترة اللي فاتت، وأنها تكون بداية انطلاقة لمرحلة جديدة أو نقطة البداية لمرحلة جديدة نتجاوز فيها أي إخفاق أو أي قصور ظهر فنيا في الفترة اللي فاتت، ونبدأ مرحلة فيها علاج للأخطاء الفنية وفيها استعادة لشخصية النادي الأهلي في الملعب وأسلوب أدائه اللي بيرضي الجماهير، وبتكون كمان من توابعه النتائج الإيجابية إن شاء الله والفوز في المباريات سواء على المستوى المحلي أو الدولي. بيشدد كمان القائم بأعمال مدير الكرة في النادي الأهلي على أن الكل في الجهاز الفني واللاعبين وعلى مستوى كل المسؤولين في النادي الكل مدرك تماما لحجم التحديات الخاصة بهذه المرحلة، وأنها محتاجة شغل وجهد مضاعف من الجميع وأعلى درجات التركيز عشان نتجاوز هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن، وعشان نوصل كمان للنتائج المستهدفة سريعا جدا، سواء بتجهيز الكوادر الموجودة في النادي أو عودة المصابين، وهم طبعا قوة ضاربة في الفريق وإضافة كبيرة في حالة عودتهم إن شاء الله بجاهزيتهم الكاملة للملعب، مع الإضافات اللي هتكون موجودة في الفترة الجاية واللي بيتوقع الجميع أنها تكون إضافات تتم عملية اختيارها والتعاقد معها بعناية شديدة جدا عشان تكون إضافات مؤثرة، مش بس أسماء أو تعاقدات جديدة بقدر ما هي لاعبين على مستوى عالي جدا من الكفاءة يضيفوا للنجوم الموجودين في النادي الأهلي ويكون لهم تأثير كمان كبير وقت مشاركتهم أو بدء الاستفادة بيهم بعد التعاقد معهم في المباريات محليا ودوليا. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع والتنسيق بين كل المسؤولين في النادي من أجل انطلاقة قوية للفريق في بطولة الدوري الممتاز وتعويض ما فات والعودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري اللي بيمثل أو بنقول عنه دايما أنه البطولة المحببة والمفضلة لجماهير النادي الأهلي داخل وخارج مصر. كابتن محمد يوسف ايضا يؤكد انه في او بيطمئن بشكل شخصي على نجم هجوم الفريق وليد ازارو في جلسه منفرده، عقد الكابتن يوسف جلسه منفرده مع وليد ازارو وتحدث معه عن الكثير من الامور، وبيتاكد من جاهزيته في الفتره الجايه ومتابعه برنامجه التاهيلي والعلاجي عشان يرجع بقوه للفريق، وكمان تجهيزه نفسيا بافضل شكل ممكن وذهنيا للفتره اللي جايه عشان يرجع طبعا في افضل حالاته. وليد بالتاكيد من العناصر المؤثره جدا ونال رضا الجميع خلال مشاركاته في الفترات السابقة ومعدل أهدافه وتحركاته في الملعب، وهو مهاجم طبعا بكل المقاييس، عنده نشاط وعنده روح قتالية في الملعب وعنده سرعات وبيضغط على أي دفاع، ومميزاته الفنية طبعا الكل بيجمع إنها مؤثرة جدا وإضافة كبيرة لصفوف فريق الأهلي. وتدريب على فترتين لمجموعة المصابين، كل العناصر اللي مش جاهزة دلوقتي بيتم تدريبها وتأهيلها على فترتين مع الجهاز الطبي للفريق وتحت إشراف أيضا الجهاز الفني لإعادتهم سريعا إلى أفضل معدلاتهم وجاهزيتهم للمشاركة في المباريات. عندنا تصريحات هنتكلم عنها بعد قليل لطبيب الفريق الدكتور خالد محمود، بيتكلم عن فرص لحاق فتحي وهاني بمباراة بتروجيت القادمة، وبيتكلم كمان عن إصابة مدافع الفريق ومن أصحاب الخبرات طبعا في
الفريق محمد نجيب. معانا على الهاتف دلوقتي زميلنا ومراسل قناة الأهلي شريف شعبان، يقول لنا آخر التطورات ويقول لنا كل المستجدات الخاصة بتدريب واستعدادات الفريق لمباراة الغد إن شاء الله. مساء الخير، تفضل يا شريف، احنا سامعينك. سنور، تحياتي ليك أستاذ محمد ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. قول لنا آخر المستجدات من خلال متابعتك للتمرين، الحالة النفسية، كل ملاحظاتك على تدريبات اليوم، التدريب الأخير اللي بيسبق المباراة المهمة 7 مساء غد إن شاء الله أمام المقاولون العرب، رؤيتك لكل ما حدث في التدريب على مستوى شغل الجهاز الفني وجهد أيضا اللاعبين في هذا التدريب. يمكن التدريب بدأ في 4 عصرا، كان في اجتماع مع الكابتن محمد يوسف طبعا والكابتن سيد حفيظ مدير الكره مع اللاعبين، استمر حوالي 5 دقائق في الملعب، بعد كده انغمر اللاعبون في الاطالات مع الكابتن حسين عبد الدايم، الاول تسخين حول الملعب ثم الاطالات ثم تدريب بدني ثم تقسيمات صغيره للضغط على الخصم والتسلم والاستلام. على الجانب الاخر كان بيجري تدريبات تاهيليه، محمد هاني، رامي ربيعه، احمد فتحي، علي معلول، أجاييه السولية، أزارو، تدريبات تأهيلية مع الكابتن طارق عبد العزيز. الكابتن طارق سليمان انفرد بالثلاث حراس شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، برضو أجروا التسخين حول الملعب وبعد كده انخرطوا على طول في التمرينات بالكرة، وكان تمرين قوي جدا للثلاث حراس وتألق بشدة في الحارس الكابتن شريف إكرامي. يمكن في نهاية التمرين كان حريص الكابتن طارق سليمان يجلس مع شريف إكرامي وعلي لطفي يمكن حوالي 10 دقائق في الملعب، كان جلسة طويلة لفتت أنظار كل المشاهدين التمرين. التمرين وهو شغال كان في جلسات سريعة مع الكابتن حفيظ، انفرد بمؤمن زكريا حوالي 3 دقائق، الكابتن محمد يوسف اتكلم أيضا مع هشام محمد على انفراد، وبعد كده برضه اتكلم الكابتن محمد يوسف اتكلم بانفراد برضه مع اللاعب أزارو. خليني اقول لك ان الكابتن شرف حفيظ لما اتكلم النهارده قبل بدايه التمرين كان بيطلب اللاعبين بالتركيز الفتره المقبله، التركيز فقط في المعترك المحلي حامل اللقب الاهلي، والاهلي عاوز يصالح جماهيره الفتره المقبله، والاهلي لابد عليه ان يفوز في جميع مبارياته المقبله ليظهر بشكل يليق باسم النادي الاهلي وينسوا تماما الملف الافريقي والملف العربي، والتركيز فقط ثم التركيز في بطوله الدوري. كان ليا لقاء مع الدكتور خالد محمود، سالته على فتحي وسالته على هاني اللي يمكن هتحدد موقفهم بعد المباراه القادمه، يمكن السوليه قدامه حوالي 12 يوم، محمد الشناوي امامه 3 اسابيع، يمكن ازاره بعد هذه المباراه بعد مباراه المقاولون العرب هيكون جاهز لمباراه بتروجيت، ويمكن الكابتن محمد يوسف اختار 20 لاعب. لو حبيت اقول لك الاسامي ممكن اقولهم لك لو عاوز. اتفضل، احنا سامعينك، اتفضل. تمام، شريف اكرامي، علي لطفي، سعد سمير، كوليبالي، ايمن اشرف، صابر رحيل، حسام عاشور، ميدو جابر، وليد سليمان، صلاح محسن، مروان محسن، كريم ندفد، محمد شريف، أكرم توفيق، هشام محمد، إسلام محارب، حمودي، ناصر ماهر، باسم علي، أحمد الشيخ، وتم استبعاد مؤمن زكريا. ورغم استبعاده ولكن متألق جدا في التمرينات، حالة تركيز باينة جدا عليه، عاوز يعوض الفترة الماضية، عاوز صالح جماهير الأهلي الفترة القادمة، التركيز باين على وجوه لاعبي النادي الاهلي، عاوزين يعملوا حاجه لجماهيرهم، عاوزين يصالحوا جماهيرهم، الكل متفائل ان بكره الاهلي هيقدم مباراه تليق باسمه ومباراه لمصالحه جماهيره ومجلس ادارته. ان شاء الله تكون الامور جيده وتسير في اتجاه افضل من الفتره اللي فاتت، وتكون يعني ال3 نقاط من نصيب النادي الاهلي، والاداء كمان يكون مرضي لكل المتابعين، سواء المسؤولين عن الفريق، كل على مستوى المسؤولين في النادي وعلى مستوى الجهاز الفني، وتكون كمان مرضيه انها نقله نوعيه في اداء الفريق، وتكون مؤشرات لفتره قادمه افضل ان شاء الله تنعكس على التقييمات في الوسط الكروي وفي الاعلام الرياضي وعلى مستوى كمان اراء ومتابعات الجماهير لاداء الفريق. بشكرك زميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي من داخل النادي الأهلي ومتابعته لآخر تدريبات الفريق قبل مباراة المقاولون العرب، وإحنا فضلنا أن شريف يعمل تذكرة لحضراتكم بالأسماء مرة تانية، أسماء قائمة مباراة الغد اللي بدأنا بيها هذا اللقاء. هنعقب سريعا قبل ما نستقبل ضيفنا في فقرة
محاضرتنا الأولى الكابتن شمس حامد على الموضوعات اللي أشرنا لها قبل هذه المداخلة. عناوين سريعة جدا: فرص لحاق فتحي وهاني بمباراة بتروجيت قائمة، دي تصريحات للدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، ويؤكد أنه إصابة نجيب مدافع الفريق محمد نجيب مصاب بكدمة عظمية هي سبب تأخر عودة نجيب للتدريبات، وأن هذه الكدمة أصيب بها مدافع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي محمد نجيب، واحد طبعا من أصحاب الخبرات الكبيرة في الفريق أصيب بهذه الكدمة في الركبة، لكن برنامجه العلاجي والتأهيلي مستمر حسب تصريحات الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود. بنفكر حضراتكم مرة تانية بأنه الكل متفائل والكل على ثقة بقدرات النجوم الموجودين من مراحل عمرية مختلفة، وكمان بتفق مع اللي قاله بالأمس ضيفنا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، قال من الأمور السلبية اللي مش مقبولة في الفترة الجاية واللي إن شاء الله نكون تجاوزناها فكرة عدم الاستفادة بطاقات أي نجم من نجوم النادي الأهلي، كان من الشباب أو من اللاعبين الأكبر سنا والأكثر خبرة، نجم دولي عنده خبرات دولية وعنده خبرات كبيرة وهداف وأداؤه بيربك دفاعات أي فريق لما بيكون في حالته الطبيعية زي مؤمن زكريا، مش معقول تكون طاقة معطلة في النادي الأهلي ونقدر نستفيد بيها بالشكل الأمثل. وزي ما قال حرفيا أستاذ عصام شلتوت، ما فيش حاجة في علاقة لاعب محترف بنادي اسمها إن اللاعب ما كانش معانا أو في خلافات في الرأي أو في أي أمور تشتت انتباهه، النادي الأهلي وعلاقته بلاعبيه على أعلى درجة من الاحترافية، إن شاء الله نستفيد بطاقات كل النجوم الموجودين والاستفادة بيهم ويكونوا كلهم عناصر مؤثرة جدا في صفوف الفريق في الفترة اللي جاية وتنعكس على الأداء بدءا من مباراة الغد إن شاء الله. فاصل ونعود لنستقبل ضيفنا في استوديو الأهلي الليلة الكابتن شمس حامد. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ما زلنا معكم من خلال الأهلي الليلة، وفي بداية هذا الحوار نرحب بالمدير الفني لفريق المنزلة ولاعب النادي الأهلي سابقا الكابتن شمس حامد. مساء الخير كابتن شمس، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذ محمد، وأهلا بحضرتك وأهلا بكل الناس اللي بيسمعونا ويشوفونا إن شاء الله. كابتن شمس، مباراة المقاولون العرب، مش هنتكلم على اللي فات، هنتكلم على الفترة اللي جاية إن شاء الله اللي فيها تفاؤل كبير بأنه هيبقى فيه تعديل سريع جدا للكثير من الأمور المتعلقة بكرة القدم، رأيك إيه؟ هو طبعا بدون شك ان المرحله اللي فاتت كانت مرحله سيئه جدا ومرحله يشوبها غموض كتير ممكن نتكلم فيه بعدين، لكن هو في ان دايما اقول ان النادي الاهلي طبعا بيرجع بسرعه، ودي مش يعني دي سمه العظماء، يعني انه لما بيقع ما بيطولش في الوقعه، وانه لما بيعيا برضه ما بيطولش في العيا، لكن الأهلي قادر برجالته بلعبته بجهازه الفني بإدارته أنه يرجع في أسرع مما تتخيل إن شاء الله. وأنا بقولها صريحة للنادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي، النادي الأهلي بطل الدوري السنة دي، مستعد أتراهن مع أي حد على أي حاجة. متفائل أن النادي الأهلي هيعمل تعويض سريع للنقاط، هو لسه في موقف جيد لكن عنده مؤجلات، يعني الموقف طبعا. النهاردة نظريا احنا لسه الحسابات بتقول ان النادي الاهلي موقفه يعني فرصه عاليه جدا في البطوله لانه لسه عنده كم كبير من المؤجلات طبعا. ولكن الناس لسه بتقول ما نستبقش الاحداث، لان النادي الاهلي عنده تحدي صعب جدا الا وهو انه يحصل النقاط الخاصه بالمؤجلات، وهتبقى في وقت مضغوط جدا في الفتره الجايه. راي حضرتك؟ هو انا عايز اقول لحضرتك ان النادي الاهلي دايما بمن حضر. النادي الاهلي في لعيبه كتيره جدا 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 على مستوى عالي جدا، عندنا قطاع ناشئين المفروض ان هو على مستوى عالي جدا، بيقدر النادي الاهلي في اي وقت يستعين باي حد في اي مكان يحتاجه. الفتره اللي جايه طبعا هتحتاج سيكولي، يعني تعامل نفسي جيد جدا بالضبط، سيكولي اناليسز، يعني اللي هو المساعد من نفسي، مساعد رياضي. طبعا دي اكيد الكابتن سعد عبد الحفيظ متمرس ورجع في مكان انا اعتقد ان هو مكانه، يعني ان شاء الله في الفتره اللي جايه مع الجهاز الفني المؤقت. انت عارف ان محمد يوسف طبعا خد بينا بطوله، يعني بطوله افريقيا يعني، فمحمد يوسف مدير فني على درجه عاليه من الكفاءه، انا متفائل بيه جدا،
وفي المرحلة اللي جاية محمد مع السيد في المرحلة الجاية من الناحية النفسية مع طبعا توجيهات المجلس الإدارة مع الكابتن بيبو حتى نقول له الحمد لله على السلامة، برضو دي هتدي برضو مؤشر كويس قوي للولاد ان هم يكونوا نفسيا مرتاحين اكتر شوية. يعني ده كله هتلاقي النادي الأهلي رجع بسرعة، لان انت لما تشوف قائمة النادي الأهلي انا مش شايف ان في مصر احسن منهم يعني. فهي الفترة اللي جاية هتبقى نفسيا اكتر من ان هي فنيا او بدنيا يعني. الناس بتركز على موضوع ان النادي الأهلي محتاج شخص متخصص او طبيب متخصص في الجوانب النفسية، فكرة سايكايترست او محلل نفسي للاعبين، او في ناس بتقول يا جماعة انتوا ليه بتعقدوا الامور قوي كده، دي كبوة والتعامل معها لازم يكون فنيا، وفي ناس تقول لا ده اصبح علم والعالم كله بيشتغل كده، وفي الفترات الصعبة لابد من وجود هذا التخصص لانه بيساعد على تجاوز المرحلة. شايف الاشكالية دي ازاي؟ طبعا هو يعني هو مش وليدة النهاردة، انا كنت ماسك بني عبيد في 2010 وكان معايا دكتور نفساني يعني، هو كان زميل وبيساعده، احنا بنساعده هو بيساعدنا. والنادي الاهلي كان لازم يكون فيه دكتور نفساني لان ده موضوع مهم جدا 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 يعني. الفتره اللي جايه ما هياش محتاجه انك انت كنت كسبان، انت كنت كسبان الترجي هنا 3-1 وفي خلال 4 أيام خسرت 3، فهي فين الفني وفين البدني؟ وهنا السؤال يا كابتن شمس، اي حد بيسمع حضرتك دلوقتي هيبقى عايز يسال وجهه نظرك ووجهه نظر من يتفق معك في اهميه وجود طبيب نفسي، ما الذي يمكن ان يضيفه للفريق بخلاف شغل الجهاز الفني، او الحاجه اللي هي مش هيقدر يقدمها للفريق الجهاز الفني؟ يعني انا من وجهه نظري المتواضعه ان لازم اللعيبه لازم تفهم ان ده النادي الاهلي، يعني كل اللعيبه لازم تفهم ان ده النادي الاهلي، نادي بطولات، ونادي يعني لو ريح شويه يبقى شويه بسيطه جدا، ما يريحش قوي. لازم اللعيبه تبقى عندها الاحساس ده، لازم اللعيبه تكون تربت على كده. علشان كده انا كنت دايما بطالب ان ما نجيبش لعيبه كتير قوي محترفين من بره، يعني زي ما الكابتن صلاح الله يرحمه يقول 2-3-4 بالكتير قوي نجيبهم من بره، وسط اللي عايشين اجواء النادي الاهلي بالظبط كده. احنا اصلا انت ما تعرفش احنا اتربينا ازاي في الناشئين، احنا ما ينفعش حاجه اسمها نخسر، ما ينفعش حاجه اسمها تتعب في الملعب. يعني كان دايما الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه ابو الناشئين كان يقول اول ما تتعب بص للفلنه، شوف انت لابس فلنه لونها ايه، حتى نفسك بتجري لوحدك. فعلا احنا يعني هي طبعا مقوله احنا كنا بنعمل كده فعلا. فدي امور مهمه لازم اللعيبه تعرفها، لازم اللعيبه تعرفها. عشان كده برضو انا بلوم على ال 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 طب سؤال صعب شويه او صريح شويه، بلاش الاسئله الصعبه عشان الامتحان. هل هي بقت مشكله في القادمين من خارج النادي الاهلي بس ان لسه بياخدوا وقت او مش متاقلمين على روح الفانيلا الحمراء وعلى المبادئ اللي حضرتك بتتكلم عنها، يعني اتزرعت جوه ناشئين الاهلي من صغرهم، ولا كمان بقت في الجيل ده حتى اللي طالع من مراحل الناشئين في النادي الاهلي الاجيال اتغيرت وما بقاش عندهم الثقافه دي بصراحه؟ يعني انا اشتغلت في النادي الاهلي 2006 ل 2008 2009 لا زي ما هم، لكن فتره من 2009 لغايه النهارده انا ما اعرفش، لكن احنا زي ما هم احساسهم بنوصل احساسنا بنوصله لهم، الفكره دي بنوصلها لهم، اللي اتعلمناه ده بنعلمه لهم كنا. لكن الفتره اللي فاتت دي انا ما اعرفش، لكن اعتقد برضو اللي بعد جايين بعد مني اكيد هيبقوا عارفين كده الكلام ده واكيد بيوصلوا لاولاد. يعني هل حضرتك شايف ان احنا لسه في الجيل الحالي نجوم الفريق الاول اللي طالعين من ناشئين وشباب الاهلي عندهم الميزه دي مقارنه بالقادم من خارج النادي؟ اكيد 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 لحد دلوقتي لغايه النهارده اكيد. هل حضرتك شايف ان ده امر لفت نظر المسؤولين في النادي في مقدمتهم الكابتن الخطيب عشان كده اتكلم كلام كتير جدا في الفتره اللي فاتت ومهم عن فكره الاهتمام باكاديميات الاهلي، الاهتمام بقطاع الناشئين، الاهتمام بان انا اطلع اولاد النادي الاهلي واوصلهم الفيرست تيم، ان ده له تاثير كبير على طبعا الفريق. ده الاساس، انت لما يبقى عندك قاعده كويسه هتبقى عندك القمه مرتفعه وثابته صلبه وهتدوم، يعني وصولك للقمه هيدوم، يعني هو الوصول للقمه صعب لكن البقاء عليه اصعب، لكن انت لما يبقى عندك قاعده سليمه وعندك قاعده ناشئين عاليه جدا يبقى وجودك وصولك للقمه هيبقى سهل، وانك تستقر فوق فتره طويله هيبقى برضو سهل. فانا اتمنى ان يكون المرحله دي ان اللعيبه الناشئين وصل لها للمرحله دي وواصله للفكره دي، واتمنى كمان ان الولاد اللي بيلعبوا النهارده في الفريق الاول اللي جايين من بره ان يكونوا تاقلموا على كده وتعلموا كده وشافوا كده يعني. فدي ان شاء الله في الفتره اللي جايه انا متفائل بيها جدا 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 ان شاء الله. طيب هنتكلم عن العوامل الفنية اللي حضرتك شايفها والبدنية والنفسية والذهنية اللي شايفها ضرورية جدا لمباراة بكرة إن شاء الله، انطلاقة الأهلي بعد توقفه عن المشاركة في الدوري لأسباب طبعا تتعلق بمشاركاته الدولية عربيا وأفريقيا،
أول انطلاقة شايفها إزاي، تأثيرها إعلاميا وجماهيريا وعلى الفريق نفسه ومتطلبات مباراة المقاولون غدا؟ بص حضرتك، أنا هتطرق قبل المباراة دي لأول السنة اللي يعني لآخر السنة اللي فاتت مع الكابتن حسام البدري. أنا شايف إن كان في غلطة شديدة جدا 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 ارتكبها الكابتن حسام البدري، ممكن ما أقصدش طبعا، لكن دي من وجهة نظر برضو المتواضعة، إن الكابتن حسام البدري خد الدوري قبل ما يخلص بسبع أسابيع. كان مهم جدا جدا ان هو يعمل في الفتره السبع مباريات الاخاره دول، يعمل فتره حاجه اسمها الروتيشن للعيبه، اللعيبه تريح اللي لعبت واستهلكت طول السنه، بقى لهم 3 سنين بيلعبوا ما عندهمش فتره راحه، سواء بيلعبوا مع النادي محلي وافريقي وعربي وبيلعبوا مع المنتخب، كان المفروض ان هم ياخدوا راحه، وبيبتدي يلعب اللعيبه الكتير قوي اللي عندنا اللي جايبهم من بره دول اللي ما بيلعبوش خالص. فدي غلطه كبيره ارتكبها الكابتن حسام، انا من وجهه نظري المتواضعه، يعني ان هنا حضرتك بتقول انه كان لابد من وجهه نظرك ان كابتن حسام البدري يدفع بكل العناصر ويجهز كل اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا طالما البطوله اتحسمت. بالظبط كده. طيب الناحيه الثانيه اللي كان الراي الثاني اللي بيمثل توجه كابتن حسام في المرحله دي، لما قالوا ان احنا بنعمل ارقام قياسيه لينا وللنادي كجهاز فني في فارق نقاط، في عدد نقاط هنصل اليها مع ختام الدوري، في فارق عن المنافسين، في حسم الدوري باسابيع مبكره، في كل شيء. بتختلف ولا تتفق معاهم؟ لا اختلف، ده مش نظام احتراف، ده نظام هوايه. يعني ان انا اعمل عايز اكسب الزمالك 6 والزمالك ياخد الدوري، لا طبعا. ان الشغل الشاغل ان البطوله، ايه الهدف؟ انك تاخد بطوله. خدت البطوله خلاص، يبقى في هدف تاني بقى، الهدف التاني انك تاخد البطوله السنه اللي جايه، يبقى لازم اللعيبه دي ترتاح للسنه اللي جايه. انت عندك بطوله تانيه افريقيا، انت عندك الكابتن حسام لعب 4-5 ماتشات في نهايه السنه خسرهم، خسر من الزمالك وكامبالا سيتي والاسيوطي وتعادل مع الترجي، يعني كان في تعادلات وخساره، فدي على مستوى كل البطولات مش بس في الدوري. بالظبط كده. فهو كان المفروض ان تفكر بشويه فكر احترافي، انت ماسك النادي الاهلي، وانت طبعا الكابتن حسام مدرب على درجه عاليه من الكفاءه يعني، لكن التفكير ايه الريكورد يعني، ايه يعني لما اخذ البطوله وفرق 18 بونت، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله اخذ البطوله بفرق بونتين؟ ما انا في سنه من السنين النادي الاهلي كان متاخر على الزمالك 12 نقطه ايام ما كان الدوري الماتش بنقطتين، والدور الثاني حصلنا الزمالك الحمد لله وكسبنا البطوله فرق نقطتين، ايه الفرق؟ ايه المشكله؟ يعني كابتن شمس حضرتك بتقول هنا انه ضروري في اي مرحله لاي جهاز فني بعيدا عن الاشخاص والاسماء طبعا، انه بشكل عام النادي الاهلي محتاج لما يبقى عنده مباراه هي تحصيل حاصل رسميا بالنسبه له وليس لها تاثير على مشواره في اي بطوله، انه يجهز اكبر عدد ويشرك اكبر عدد من اللاعبين للمرحله اللي جايه. اولا يبقى عندك هتعمل حاجتين، اول حاجه انك بتريح اللعيبه اللي استهلكت، تاني حاجه انك بتشوف اللعيبه اللي قاعده بره دي، اللعيبه دي هل صدت، هل الكالتشر ثقافتها بتاعت النادي الاهلي تلعب في النادي الاهلي، لازم تاخد فرصتها كمان يعني، هل لما تيجي تستعين بيه في اي وقت هتلاقيه هيضرب كام عصفور بحجر واحد. لكن ان هو عايز يعمل ريكورد ان هو ياخد البطوله بسبع ثمان ماتشات، ايه الفرق؟ طيب كابتن شمس، مباراة المقاولون غدا ازاي ممكن تكون مختلفة فنيا في طبيعة الأداء وتكون انطلاقة حقيقية؟ ازاي كابتن يوسف بما له من قدرات بنثق فيها مع الجهاز كله مع كابتن سيد عبد الحفيظ كل المجموعة اللي بنثق قدراتها، ازاي تقدر في المدى الزمني القصير جدا ده تعمل نقلة كبيرة للأفضل قبل مباراة المقاولين؟ بص حضرتك، مباراة المقاولين احنا اتفقنا ان احنا محتاجين ان هم يتعاملوا الولاد نفسيين شوية. التمرين مش صعب يعني، التمرين بيتمرنوا في اي وقت وممكن ما يتمرنوش خالص حتى، لكن لازم يتفرجوا على ماتشات ويتفرجوا على نفسهم ويشوفوا ويتعاملوا نفسيا كويس. لكن انا المباراة اللي جاية دي بالنسبة لمحمد يوسف وسيد عبد الحفيظ مباراة انا اعتقد ان هي عنق زجاجة. ليه؟ لان نادي المقاولين في الفترة اللي فاتت مع الكابتن حمدي مع الكابتن نحاس حالة الفريق بشكل عام جيدة جدا يعني. المولين في الفترة اللي فاتت غيروا المدرب، جابوا الكابتن عماد النحاس. الكابتن عماد النحاس عمل حالة جميلة جدا في نادي المولين، لعب 4 مباريات، اتعادل مباراة وكسب 3. الحالة النفسية منتعشة، عالي جدا فنيا، في حالة جميلة جدا، عنده عناصر مهمة جدا كويسة وعالية، عنده 4-5-6 عناصر في الفرقة، يعني الفرقة لما يبقى فيها 3 و4 حلوين بتبقى كويس، دي عنده 5-6 عناصر كويسين في الفرقة. فمباراة بالنسبة للنادي الأهلي هتبقى مباراة صعبة بس مش مستحيلة طبعا. النادي عماد النحاس برضو هيبقى عنده
عماد النحاس دي بتهيألي المباراة الستة اللي قابل فيها النادي الأهلي على مر حياته كمدير فني. لم يفز ولا مرة كمدير فني على النادي بالظبط كده يعني. كان ماسك الأسوان برضو ما مسكش ما كسبناش، كان ماسك اسمه الرجاء ما كسبناش، كان ماسك طنطا ما كسبنا خسر يعني. كل المباريات اللي قابل فيها الأهلي خسر، فبالنسبة له كمان هتبقى بالنسبة لكابتن عماد يعني نفسيا لازم عايز يبقى يجهز لها برضو. هي الارقام بتؤيد كلامك كابتن شمس عن كابتن عماد النحاس انه ماشي بشكل كويس قوي مع جدا الأولي. لانه حقق نقاط يعني 3 فوز وتعادل من 4 مباريات، 10 نقط من 12 نقطه، وحسن مركز المقاولون العرب الى المركز الثامن من المركز الاخير. يعني المؤشرات ايجابيه، ونتوقع ان المقاولون هيبقى عنده طموح ومنافس قوي للاهلي في هذه المباراه طبعا حسب مؤشراتهم الاخيره. طبعا من حق ان هو يبقى عنده الطموح، لكن بقى تيجي النادي الاهلي. النادي الاهلي برضو يعني اسم النادي الاهلي وكلمه النادي الاهلي في حد ذاتها لازم اللي يكون جواها لازم يبقى عارف يعني ايه قيمه النادي. طيب خلينا نستعرض بشكل عملي معاك يا كابتن شمس الاسماء اللي موجوده عندنا. طبعا غيابات مؤثره عايزين تعليق من حضرتك عليها. ازارو، محمد هاني، احمد فتحي، ما زال غيابات كبيره لسه موجوده في الفريق، اجايه، معلول، يعني نجوم كبار مؤثرين في الفريق غايبين عن هذه المباراه، ولكن الاوراق المتاحه امام الجهاز الفني هنتكلم عنها وفقا للقائمه اللي اعلنها كابتن محمد يوسف وال20 اسم اللي موجودين. هل شايفهم بيدوا الوفره والاختيارات الفنيه والتنويع في الاختيارات الفنيه المتاحه امام الجهاز الفني عشان يؤدي بالشكل الذي يريده في هذه المباراه ولا لا؟ حضرتك لو سالتني السؤال بطريقه تانية، ايه اللي ناقص للنادي الاهلي علشان يرجع النادي الاهلي يبقى النادي الاهلي؟ اقول لك مش ناقص حاجه. مش ايه اللعيبه اللي ناقصه؟ اقول لك مش ناقص حاجه. انت لازم تجيب حد جنب بس ديفندر، جنب حسام عاشور، وهتجيب واحد مساك بس. لكن النادي الاهلي فيه كميه لعيبه وعناصر عاليه جدا يعني. انت حتى مع وجود عدد من المصابين مش هيشارك، حتى المصابين اللي مش هيشارك المجموعه اللي متاحه امام الجهاز الفني. انت عندك برضو كنت نقطه كنت عايز برضو اتوصل يعني اتطرق اليها. يعني احنا عندنا لما بنيجي في نادي الاهلي بنعاقب، يعني حد لما بيجي يعاقب حد بيموته ولا عقاب بس شد ودن. انا عندك ناصر ماهر اخطا انه راس راح لعب، لكن عقابه يبقى ايه؟ عقابه يبقى يقعد الفتره الطويله دي كلها على الدكه وما يبقاش متواجد. تحتاجه انت دلوقتي في فتره انت محتاجه دلوقتي تقول له انزل، وهو الراجل ما بيلعبش ونفسيا محطمه وبتمرنه بس. فانت عندك برضو هيدخل برضو معاك ناصر ماهر، احمد حمدي، مؤمن زكريا. لسه احمد حمدي بيتم تجهيزه مع مجموعه من اللاعبين، وحمودي اللي موجود في المباراه دي، ناصر ماهر، كريم ندفد، اكرم توفيق، محمد شريف، صلاح محسن، احمد الشيخ، ميدو جابر، صبري رحيل، باسم علي، كوليبالي، سعد سمير، مروان محسن، اسلام محارب، ايمن اشرف، هشام محمد، وليد سليمان، حسام عاشور، و حراس المرمى شريف اكرامي وعلي لطفي. طبعا لغياب كمان الشناوي. عندك دكه يعني دكه غير عاديه يعني. عندك لعيبه احسن من احسن لعيبه في مصر. انت عندك لعيبه والاغلى في مصر يعني اللي قاعدين بره على الدكه واللي في الملعب. فانت مش محتاج، انا زي ما قلت لحضرتك انت فنيا مش محتاج. انت عندك لعيبه عاليه جدا وعلى مستوى عالي حتى لما بتلعبش، لعيبه عاليه جدا واخد بالك. بس هو زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي بما حضر، النادي الاهلي قادر بالمنطق بالاسماء اللي موجوده عندنا بقيمتهم مش بالكلام يعني، قيمتهم يعني ناصر ماهر ومؤمن زكريا واحمد حمدي وحضرتك ومحسن وكل الناس دي لعيبه يعني غير عاديه ولعيبه مستوى عالي جدا. يعني حضرتك مع الاراء اللي بتقول ان النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت الجهاز الفني السابق كان لا يدير او لا يستفيد بكل الطاقات الموجوده كما ينبغي، بالزبط. ان في طاقات كانت مهدره بالظبط. مش الجهاز الفني اللي فات بس لا، الجهاز من اول كابتن حسام من اول كابتن حسام البدري، وبعدين رجعت للكابتن كارتيلون. مع ان انا من الناس اللي بقول ان هو مدرب كويس، لكن الفكره بتاعه اللعيبه اللي بتقعد بره وما بيعملهاش روتيشن وما بتعملش روتيشن واللعيب بيلعب واللعيب يرتاح دي مع ان انت عندك لعيبه جامده، اللعيبه اللي بره لعيبه عاليه جدا واخد لحظتك. هي دي مشكله اللي كانت النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، وحست بان في حسين الناس كلها حست ان في فجوه او في دروب. لا يعني الحاجات اللي فيه متميه وجماهيريه، الاسماء اللي فيه مطالبه بانها ترجع للمشاركه
وانها يعني تتم الاستفاده بيها وتبقى دايما في التوب فورم جاهزه عشان لو طلبنا نزول هذا الاسم او ذاك نلاقيه في قمه عطائه في الملعب. احمد حمدي، الشيخ مؤمن زكريا، حسب طبعا كل لاعب له حاله وفي من هو معاقب وفي من هو مخطئ يعني، لكن اللاعب اللي القواعد تسمح وفقا لسياسات النادي الاهلي انه يشارك تمام. انه بس كانت رؤيه فنيه للجهاز انه ما بيشتركش او ما بيشركوش حتى في المباريات الوديه. حضرتك شايف الاسماء دي ممكن تعمل فرق؟ احمد حمدي والشيخ وناصر ماهر ممكن مع المجموعه اللي طالعه. ناصر ماهر من وجهه نظري احسن بلاي ميكر في مصر. يعني انت عندك ناصر ماهر، عندك محمد اسمه محسن، صلاح محسن. صلاح محسن من احسن، لا صلاح محسن اصبح خلاص يعني مش من العناصر يعني أحسن، اصبح عنصر مؤثر جدا في الفريق بقى من النجوم الاساسيه. ما كانش بيلعب وبيلعب 10 دقائق وربع ساعه لو لعب. طب ليه؟ طيب مؤمن زكريا، مؤمن زكريا احنا شفنا مؤمن زكريا ماشي مثلا، نفترض ان هو لما ما اتفقش هو ماشي. طيب مؤمن زكريا لسه لغايه النهارده معاك. طب احنا شفنا كريستيانو رونالدو لغايه اخر دقيقه كان بيلعب في ريال مدريد وماشي، وهو ماشي ايه المشكله؟ نستفيد منه لغايه اخر ثانيه ويمشي براحته. واحنا عندنا المكان. طب هل احنا بنتسرع احيانا اعلاميا وجماهيريا في اننا نكثر او نبالغ في الاشاده بلاعب لسه صاعد وبيتالق مباراه او اثنين او ثلاثه، فده بيضر اللاعب او يبقى له تاثير سلبي عليه مع ادائه في اول مباريات له مع الفريق الاول؟ مش ده مش لعيب النادي الاهلي، مش ده اللي يعمل كده. اللي يعني لو خد لعيب خد جرعه زياده زي ما عند حضرتك بتفضل تقول، يبقى ده مش لعيب النادي الاهلي، لا يصلح انه يلعب في النادي الاهلي. وما اعتقدش لو اثرت على مستوى، لو اثرت على مستوى طبعا يبقى هو لا يصلح يلعب في النادي الاهلي، وده مش ثقافتنا ومش تربيتنا. لكن اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يقدر يستوعب كل الكلام ده ويرميه ورا ظهره. يعني العناصر الموجودة كابتن شمس، لو اتكلمنا عن انه في عناصر تقدر تملى الفراغ الناتج عن غياب مجموعة كبيرة من اصحاب الخبرات في الفريق، سواء الخبرات الدولية زي احمد فتحي، المحترفين كلهم غابوا لاسباب الايقاف او الاصابة في الفترة اللي فاتت، معلول واجايه وازارو، يعني الوحيد اللي كان باقي منهم في الملعب سليف كوليبالي في مباراة النهائي على سبيل المثال، فضلا عن اسماء تانية، يعني اسماء تانية ما كانتش جاهزة وما كانتش بتشارك، هل البديل قادر انه يملى الفراغ ده؟ لان الناس كانت تساؤلها دايما هل عندي البديل الجاهز ولا انا محتاج اعيد النظر في فرق الشباب وان في عناصر ممكن تضيف للفريق الاول في الفتره الجايه؟ لا طبعا، البديل اللي موجود في القائمه يسمح بان احنا نأدي بنفس المستوى، نأدي بنفس المستوى والوقت طويل لونج تايم. وكمان القطاع تحت المفروض كمان انه يسمح انه يطلع. يعني احنا كنا انا فاكر ايام الكابتن حسن كان مدير كوره، كان اللعيبه الاساسيه بتلعب مباراه رسمي، كان تاني يوم على طول اللعيبه اللي ما بتلعبش على اللعيبه من الناشئين الاحسن في اماكنها في الناشئين بتطلع ويعملوا مع بعض ميكس ويلعبوا مباراه وديه جامده على نفس المستوى عشان نبقى اللي بره زي اللي جوه بالظبط. ده لعب مباراه، ده لعب مباراه. حتى في الماديات كمان ما يبقاش فيه فجوه كبيره في الماديات، ده لعب مباراه رسمي خد مبلغ وقدر، ده لعب مباراه وديه خد مبلغ برضه وقدر، ما يبقاش فيه فرق كبير. فكان انا اعتقد ان الموضوع المفروض ده يكون موجود. يعني هتقول لي دلوقتي ان دلوقتي انت داخل على مرحله ان كل ثلاث ايام هتلعب ماتش، يبقى انت محتاج للروتيشن، محتاج انك تلعب اللعيبه دي، الماتش ده يلعب ده، الماتش اللي بعديه ده يلعب ده، الماتش اللي بعديه، زي ما كنا بنعمل مع الاجوان. بس هل تاريخ الاهلي بيقول كده كابتن شمس، ولا كنتوا بتبقوا مجموعه أساسية في الملعب مع الاستعانة بثلاثة أربعة بره الحداشر يتم الاستعانة بيهم؟ طب أرجعك الذاكرة لسنة 86 لما النادي الأهلي معظم اللعيبة عملت إضراب، وكان عندنا 11 لعيب في منتخب مصر، كانوا بيلعبوا في منتخب مصر وكانوا عاملين معسكر في أسبانيا، وكانوا هيقابلوا المغرب فعملوا معسكر في أسبانيا، وعمل 18 لعيب عملوا إضراب، والنادي الأهلي طلع فرقتين من تحت عمل بيهم ميكس، فرقتي وفرقة الكابتن حسام البدري، وكسبنا حسام حسن، وكسبنا ثلاث ماتشات مش ماتش، كسبنا الزمالك كانت اول مباراه 3-2، كسبنا الترسانه كسبناه 1-0، انا اللي جايب الجول بتاع الترسانه، كسبنا الاسماعيلي 1-0 وخدنا كاس مصر، ثلاث ماتشات ورا بعض. لو احنا بقى ما احناش قد ان احنا المسؤوليه الضغط والضغط العصبي ولاعيبه صغيره وبتلعب فرقه النادي الاهلي، والتاريخ مش هيرحم. لو الزمالك كان كسبنا 5-6 التاريخ مش هيقول انه كان بالناشئين، لا كسب الزمالك هتسجل كده خلاص نتيجه المباراه. فانا عايز اقول لك التاريخ بيقول لا، اللعيبه دي تقدر. يعني هنا حضرتك بتوجه كمان رساله للعيبه 18 و20 سنه في الاهلي ان انتوا دايما قريبين من المشاركه في اي وقت، والفرصه انتوا هتكون عندكم فرصه قريبه للمشاركه ولازم تبقوا على قد المسؤوليه وقد الفرصه. بالظبط كده، اول ما تيجي الفرصه تحسس الناس ان انت فعلا تحت منسي، لازم تطلع ولازم تبقى قد المسؤوليه وتبقى انت ابن النادي الاهلي وتبقى لعيب في النادي الاهلي، لان لعيب النادي الاهلي مش زي اللعيبه العاديين، لانه لعيب بيلعب دولي ولعيب بيلعب محلي افريقي ولعيب بيلعب عربي، لا اللعيب الاهلي حاجه ثانيه خالص.
كابتن شمس، كمان في مقولات لعدد من نجوم الفريق الكبار السابقين زي كابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف عبد المنعم بيقول يا جماعه ما تعتبروش ان اللاعب اللي عنده 18 سنه ده لاعب صغير. طبعا انتوا لازم تعرفوا ان احنا 18 سنه دي كنا بنلعب، اللي بياخد فرصته الفريق الاول بيتمسك بيها وما بيسيبش الفرصه. وانه بيقول كمان ان كان في مقولات، يعني كلمه للراحل الكبير الكابتن صالح سليم كان بيقول ما تنتظرش لعيب يعدي ال 20 سنه 21 سنه وما لعبش واثبت مكانه في الفريق الاول، ما تستناش منه حاجه بعد كده. ده صحيح. يعني ان ده سن لازم ننظر له بشكل مختلف. ده صحيح. ده كان هاجسنا، يعني ان انا اوصل فرقه ال 20 سنه، ما اقدرش اوصل فرقه ال 20 سنه، فرقه ال 20 سنه دي المقبره خلاص. كنا دايما احنا لعبنا من 16 و17 فريق اول تبداوا تروحوا للفريق. كابتن شريف برضو كان من احسن لعيبه في ناحيه الشمال في مصر. لعب برضو 18 سنة. قال كنت خلاص بلعب درجه اولى يعني او 17. احنا كنا بنطلع على طول نلعب وننزل ونطلع وبعدين لغايه لما طلعنا خالص. الكابتن طاهر ابو زيد لعب 17 سنة بكتير، 16 سنه ونص. لا اللعيبه طفرات يعني، فهو اللعيب اللي يوصل 18 سنه خلاص. عشان كده بنقول ان الناس اللي بتدير الكوره في مصر، اللعيب اللي يبقى عنده 18 سنه وما لعبش فريق اول لازم تسيبه. ما فيش حاجه اسمها بطوله 20 سنه، لازم تسيبه عشان يروح يلعب في فرق تانية. علشان طالما مش محتاج لجوده، طالما انت مش محتاجه وما لا انت طالما ما طلعتوش يبقى انت مش محتاجه، يبقى اللي عندك احسن منه، خلاص سيبه يمشي. لما يمشي هيروح اي حته تانية هيبقى كويس وهيلعب زي ما احنا بنسيب اللعيبه. اللي هي فكره الاعاره، حتى فكره الاعاره او تسيبه خالص. يعني ما هو فكره الاعاره جايه من هنا برضو، ان هنا هيبقى مستوى الكره في مصر هيعلى، اللعيبه تبقى كتير، لعيبه كويسين هتلعب هنا وتلعب هنا، بدل ما قاعد عندي 20 سنه 21 سنه ما بيلعبش 3 4 مواسم خلاص، ولعيب كويس، لعيب الكيرف بتاعه بالظبط، ولعيب كويس ممكن يظهر في اي حته، ممكن يلعب منتخب مصر. طب ليه حضرتك بتقول بيع نهائي اذا كانت الانديه عندها فرصه ان انا اعير لاعب سنه او 6 شهور او سنتين حسب قواعد الاعاره، وان انا استفيد بجهود اللاعب ده لو شفت انه بدا يعلى في الملعب؟ تمام. وانت حضرتك لو بعته، ما هو بعد 3 سنين هو حر. يعني سواء انت عملت له عقد سنه ولا سنتين، ما هو بعد كده هو حر، ممكن تاخده تاني. زي بالظبط ما هو اللي بيحصل دلوقتي اهو، ما هو في لعيبه بتطلع وبتسيبها ببلاش وبترجع تشتريها بفلوس كتير. طب ليه؟ طيب خلينا نتوقف مع هذا التقرير مع الكابتن شمس ومع مشاهدينا. الاهلي بيمثل لك ايه؟ أنا الأهلاوي عشان الأهلي أحسن فريق في مصر، وفريق عظيم زي ما بيقول، طبعا فريق كبير وإدارته ممتازة. وبعدين أحلى حاجة في الأهلي بقى عجباني بصراحة إن هو ما عندوش غالي، هتمشي ملتزم على راسي من فوق، مش هتمشي مع السلامة. أزمة النادي الأهلي من الجمهور ومن الإدارة، ولازم يكون حلو ويشجع ونلعب إن شاء الله. إدارته من أيام صالح سليم أحسن نادي، ملتزمين، بطولات، أحسن جمهور. الزمالك والاهلي الفرق حاجه واحده، اللي بيلعب في النادي الاهلي بيلعب بروح الفانله الصراحه، دي الحاجه اللي انا شايفها، ده روح الفانله الحمراء، وعشان ده افضل نادي اكيد طبعا في القاره كلها. الاداره بتاعته اداره قويه، وجمهور برضه جمهور يعني مش قليل، نسبه كبيره جدا اغلبيته الجمهور المصري اهلي. ده حاجه جوانا مش ليه اهلاوي، هي كده طبيعتنا، بس هو دي حاجه موجوده جوانا، احنا اهلاويه معروف، دم كل حاجه اهلاوي، احنا بنتعلم مبادئ النادي الاهلي، هي دي الحاجه اللي احنا الخطوات اللي احنا بنمشي عليها. النادي الاهلي كاداره فريق فعلا فريق محترم، النادي الاهلي بيقدر يدير اللعيبه بتاعته كويس، بيقدر يطلع احسن ما في اللعيب، وده ينقصنا يعني. ده عندنا في نادي الزمالك ده احنا حاجه بالفعل، احنا ناقصنا حاجه زي كده، احنا لو قدرنا نطلع احسن ما في اللعيب بجد احنا هنبقى احسن فرقه في افريقيا. ليه اهلاويه؟ عشان دي اجدع حاجه في الدنيا، يعني الاهلاويين دي الناس جدعه جدا وانا بعشقهم اخر حاجه يعني. انا حبيته لما لقيتهم اخواتي بيحبوه، فانا بقيت اشجعه قوي، بقيت اتفرج معاهم كمان على المباريات يعني. عظمه الاهلي من جمهور واداره ولاعبين، كل اللي بيجي النادي الاهلي بيتفانى مع النادي الاهلي. فريق بعشقه عيش. النادي الاهلي مختلف في حاجات كتيره، في الاداره، في الجمهور، في حب الناس للفالنا، الانتماء، كل ده. في السعوديه عندنا يعني ما فيش ماتش الاهلي او الزمالك او حاجه كده يعني بيكون فيها الاهلي لا بتلاقي الشارع كلها مسكر. انا طلعت لقيت والدي اهلاوي ووالدتي اهلاويه وعيلتنا كلها اهلاويه، فعشان كده طلعت اهلاوي. يعني هو الجمهور مع اللاعبين مع الاداره كله بيكمل بعضه، فهي دي ميزه النادي الاهلي ان كله بيجي مكمل بعضه. اهلاوي ربنا خلقنا كده، انت
طلعت من صغري بشجع الاهلي زي ما الشارع الناس بتشجع الزمالك. انا الشارع من طول صغري عندي كده اهو، عندي 5 سنين ولا 6 سنين بشجع الاهلي. دوافع كتيرة جدا ومختلفة كلها بتؤدي إلى حب النادي الأهلي وتشجيع النادي الأهلي والانتماء لهذا الكيان والثقة من كل الشرائح المختلفة اللي سمعناها من كبار وصغار، رجال وسيدات، شباب وفتيات، الكل بيتكلم عن حبهم للنادي الأهلي لأسباب كثيرة ومختلفة، وكل واحد له وجهة نظر ومنطقه، وفي النهاية الكل على ثقة في قدرات هذا الكيان الكبير وسعيد بالانتماء له وبدعمه وتشجيعه. كابتن شمس حامد، هنتكلم عن رؤيتك في كلمة أخيرة، الكل مدرك في كلمة أخيرة عن هذه المباراة قبل ما نتكلم عن تجربتك مع نادي المنزلة. كابتن الخطيب إن شاء الله يعود بالسلامة لممارسة نشاطه وعمله ومهامه، وبإذن الله نتمنى له طبعا أن يتم ربنا سبحانه وتعالى نعمته بالشفاء الكامل عليه ويعود من رحلته العلاجية بعد خضوعه لهذه الجراحة. قبل خضوعه للجراحة كان شارك مع زملائنا في الاستوديو التحليلي في قناة الأهلي وتكلم وقال عن أهمية المرحلة اللي جاية، وأنه كان في ملاحظات حتى دون النظر إذا كنا فزنا أو خسرنا اللقب الأفريقي، وقال حتى في حالة الفوز كان عندنا أوجه قصور احنا شايفينها ولا بد من الوقوف عليها وتغييرها، وقال معلومات مهمة قوي، يتكلم عن سياسات في الفترة الجاية تمثلت في عنوان رئيسي هو إعادة بناء فريق الكرة في النادي. هذا الانطباع تم نقله للجميع والكل مدرك لحجم التحدي. الكابتن يوسف، كابتن سيد عبد الحفيظ، كل الكوادر، تحب توجه رساله محتواها ايه للاعبين اللي هيشاركوا بكره وللجهاز الفني واللاعبين عن هذه المرحله بشكل عام؟ اول حاجه استاذنك في حاجه، طبعا بتمنياتي الشفاء العاجل والدعاء من كل قلبي للكابتن محمود الخطيب والعوده بسلامه وباسرع وقت للارض الوطن وارض الحبيبه مصر. عايز برضو أأكد على كلام الكابتن محمود وأكمله أن بناء الفريق لازم محتاج حد يبنيه، لازم نبني من يبني، دي مهمة جدا. اختيار الرجالة اللي هتبني الفريق هو ده مهم جدا. أنا من وجهة نظري أن لجنة الكورة لازم تكون على قدر عالي جدا 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 من الكفاءة والرؤية. حضرتك بتتكلم عن رؤية تشكيل لجنة الكرة في الفترة، تشكيل لجنة الكرة لازم تكون على كفاءة عالية جدا وعلى دراية جدا وعلى رؤية عالية جدا، ولازم يكون عندها فيجن، لازم يكون عندها رؤية لمرحلة النادي الأهلي السابقة وعشان يبنوا عليها المستقبلية. يعني أنا عايز أقول كلمة صغيرة بسيطة جدا، إن فاتسيا ده كان من احسن المدربين اللي دربوا النادي الاهلي وهجوم مصر وغيروا طريقه الكره باتسيا وغيروا طريقه الكره في مصر، واخد بالك؟ ما كانش مقتنع بالكابتن اسامة عربي، والكابتن اسامة عربي ده احسن لعيب عندنا في الفرقه واكتر لعيب لعب الدوري وبتاع مش عارف ايه. اداره النادي الاهلي بالكابتن صالح والكابتن حسن والكابتن محمود الخطيب كان بطل سنه بطل، قالوا خلاص يا سيدي بلاش من اسامه، خليه يتمرن ومالكش دعوه بيه، لكن اسامه مش هنسيه. هنا رؤية الإدارة بقى، إن عندهم استراتيجية إن اللعيب ده مهم، ده مهم جدا وعارفين حتى لو الجهاز الفني مش عاوز. وبعد كده مستر فاتسي غير رأيه في أسامة وبقى أسامة الأساسي ولعب كل المباريات. فأنا عايز أقول إن لجنة الكورة لازم تعرف إن النادي الأهلي قيمة كبيرة جدا وعنده شخصية، عنده برسونالتي، يعني شخصية النادي الأهلي تتمثل في إنك تعرف تجيب لعيبة تمشي الشخصية دي. إحنا قيمتنا في النادي الأهلي زي التيك تاك تاك بس بتاعت برشلونة، هي مش كرة زي بتاعت البرازيل، لكن هي كرة جميلة جدا بتلعب الوان تاتش والسريعة وقوة وبتلعب على بطوله غير اللعب البرازيلي، دي شخصيه النادي الاهلي. زي النادي الزمالك ليه شخصيه غيرنا خالص، باللعب الجمالي ولعب شكل الاسماعيلي بشكل البرازيل، كل نادي كان ليه شخصيه، احنا عايزين نحافظ على شخصيتنا احنا، شخصيه النادي الاهلي. يعني هنا حضرتك بتقول انك شايف انه لابد ان يكون هناك دور لكبار المتخصصين في كره القدم في النادي الاهلي حاليا، سواء كنا بنتكلم عن ان اللجنه منعقده او لسه هيتم تشكيلها او في مرحله انتقاليه ما بين عمل اللجنه السابقه وتشكيلها القادم. انا اصلي بستخدم مصطلح لجنه الكره ده حتى في حاله عدم وجود اللجنه حتى الان، لاني بعتبر ان وجود الكابتن الخطيب هو اللجنة. استكمال واستمرار لا طبعا، يعني استمرار لفكره القيادات اللي كانت نجوم كره كبار جدا، كابتن صالح رحمه الله، كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب في رئاسه النادي وهو ما هو في عالم كره القدم، بعتبر ان هو ومن يثق في استشارته وتكوين وجهه نظر فنيه دول بيمثل لجنه كوره، حتى لو كانت معلنه بقوام رسمي لجنه الكوره او لسه بصدد التشكيل. فالكوادر دي حضرتك شايف ان لابد ان تكون دائما ابدا في عمليه مراجعه وتنسيق كامل ورؤية
بعيدة المدى فنية عن فريق كرة مع الجهاز الفني اللي بيتولى المهمة. تمام. ولازم ما تبقاش يكون... هي ما تبقاش صلاحياته لا متناهية الجهاز. بالظبط كده. ولازم يكون فاهم ان ده النادي الاهلي يعني. لازم يحس بقيمة النادي الاهلي ويشوف النادي الاهلي كان عامل ازاي ورا علشان يبني النادي الاهلي لقدام. ولازم يكون ناس عندها رؤية مستقبلية يعني مش قديمة. ناس عندها الجديد دايما يعني واخد بال حضرتك. فدي مهمة جدا دي قبل ما تبني ان الفرقة لازم تبني اللي هيبني الفرقة. لازم اللعيب اللي هنجيبه ما يلعبش في النادي الاهلي يلعب في النادي الاهلي عشان يلعب في الدوري العام. لازم يكون عنده طموح انه يسيبني ويروح يحترف بره. لازم يلعب في النادي الاهلي هيلعب في الدوري العام المحلي وهيلعب افريقيا لعب اعلى مستوى منه واللعب العربي اعلى واخد بالك. فلازم اللعيب يجي عشان خاطر المرحله دي مش عشان خاطر النادي الاهلي هيلعب في الدوري وبس. ده اللعيب ان شاء الله تكون مرحله ايجابيه وتكون انطلاقه كبيره للفريق تبدا غدا ان شاء الله في الاداء وفي النتائج وينعكس جهد الجميع توجيهات المسؤولين في النادي مع الجهاز الفني الحالي اللي بيقوم بالمهمه بشكل مؤقت بقياده الكابتن محمد يوسف والكابتن سيد كمدير لكره القدم في النادي الاهلي وينعكس ده على اداء اللاعبين في الملعب وعلى النتائج ان شاء الله في مؤجلات او في المباريات اللي هتبدا في الدوري سواء مباريات الاسابيع الحاليه او المؤجلات اللي هياخدها الفريق بفارق زمني ضيق جدا ان شاء الله. كابتن شمس عندنا ارقام بتقول ان تجربتك مع نادي المنزله شبيهه ومماثله في الارقام لتجربه الكابتن عماد النحاس مع نادي المقاولين. يا ريت تكلمنا عن تجربتك مشكلات دوري القسم الثالث وكيف ترى التجربه حتى الان. هو ببساطه شديده وسريع جدا كده ان انا كنت قررت ان انا اريح بعد ما مسكت فرقه ميت الخولي وصعدتها الحمد لله السنه اللي فاتت. فكنت رايق وناوي اريح السنه دي فالجامعه اتصلوا بيا في المنزله ورحت المنزله. كانوا للاسف كانوا لاعبين 7 ماتشات منهم ماتش كاس ولاعبين 6 مرات في الدوري جايبين 4 بونت وكانوا يتزايلوا الجدول. فكانت العمليه صعبه يعني لكن برضو بتربيه النادي الاهلي انك تتحمل على مسؤوليه تتحمل مسؤوليه وناس يستنجدوا بيك ما كانش ينفع انك شايف انها فيها نسبه مخاطره يعني جدا مغامرة. جدا يعني فرقه اخر فرقه في الجدول وبتضحي باسمك بقى انت هتعمل ايه يعني. الحمد لله ربنا كرمنا وبرضو بشكر الجهاز اللي قبلي لان هو الجهاز اللي كان قبل مني هو صاحب انجاز الصعود صاعدين لسه السنه دي يعني. فهم برضو بتغيير اللعيبه وتغيير شكل اللعيبه وتغيير شكل الجدول والدوري برضو دي خلتهم في الدليجات. ربنا كرمنا برضو لعبنا 4 ماتشات كسبنا 3 وتعادلنا 1 والحمد لله بقينا من الاخر بقينا الخامس بينا وبين الرابع نقطة واحدة بس. طبعا بشكر كتير ناس كتير جدا على رجال اعمال ساعدوا لان النادي دخله ضعيف جدا ففي رجال اعمال كتير جدا اتدخلوا زي مثلا الحاج احمد الحديدي وكمان الناس الاهالي بتوع منزلة عملوا لجنة لغاية لما كان في مشكلة في مجلس الإدارة وكان الرئيس دكتور محمد رحمه كان زعلان شوية فكان الفترة اللي فاتت دي هي اللي كانت مشكلة. فالناس عملت لجنة وكانوا بيلموا من بعض علشان يدوا مكافآت اللعيبة ويدوا مرتبات اللعيبة عشان يوفروا موارد عشان يوفروا موارد. فأنا بشكرهم طبعا أحمد فيشر والحاج عبده في ناس كتيرة جدا يعني وباسل ابن أحمد الحاج أحمد الحديدي برضو من ضمن الناس اللي عملت معنا شغل مع انه صغير يعني. طبعا جه الحاج الدكتور محمد رحمه مسك النادي رجع تاني بعد ما زال الخلاف. الراجل قعد معايا وشاف قال لي طلباتك في المرحله اللي جايه. طبعا الراجل نفذ لي كل اللي طلبته منه في جدول معين في زمن جدول زمني معين والحمد لله احنا تحت قيادته دلوقتي واموره ماشيه معانا تمام ومسخر كل الامكانيات علشان ربنا يكرمنا. وانا بعد ثالث ماتش قلت لهم ان انا ان شاء الله مش هم كانوا متفقين معايا ان هم يقعدوا السنه دي. قلت لهم لا ان شاء الله انتوا في المربع الذهبي ان شاء الله. مشكلات بقينا نقطه في دوري القسم الثالث. ايه المشاكل اللي نفسك تتغير كلها؟ الملاعب. بقول لاتحاد الكوره انت عندك فلوس كتير شوف الملاعب. احنا عندنا ملعب في المنزله لا يصلح لاستعمال الادمي. مع احترامي لبتوع المنزله ما يزعلوش مني يعني رجال اعمال كتير لكن للاسف الملعب مش واخدين بالهم منه. ايه تاني الملاعب. مشكلة التجهيزات يعني البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بكرة القدم. بالظبط. المجالس الإدارات لما تيجي تبقى جاية مجالس إدارات عندها رؤية تقدر تشتغل مش مجالس جاية علشان هم دول اللي موجودين في الجمعية العمومية. طبعا ما بقولش الكلام ده على الدكتور مع الدكتور محمد رحمة عنده رؤية ودكتور ورئيس نادي محترم يعني هنا بتتكلم عن ثقافه الاختيار. بالظبط ثقافه الاختيار طبعا لان دي مهمه جدا وبعدين اختار المؤهل مش اللي اعرفه اكتر. بالظبط. نيجي بعد كده الحاجه الثالثه الاستثمار او الدخل او زي ما بيسموها كده التمويل. ازاي نادي المنزله
بكيانه ده كله دخله على فكره نادي المنزله ده بيقع على 7 8 فدادين دخله 10,000 في الشهر. دخل النادي 10,000 في الشهر وانفاقه تقريبا وانفاقه 50,000. يبقى عنده عجز شهريا يعني في السنه 480 ما يقرب من نص مليون جنيه عجز سنويا. بالظبط كده. طبعا بيتحملها رجال الاعمال زي ما قلت لحضرتك قبل كده المحبين للنادي ومحبين النادي والحاج سعيد السعد ويعني ناس محترمه جدا جدا مش عايز انسى اسماء واحمد السري ناس كتير جدا يعني بيدفعوا فلوس بالامانه يعني حبا في النادي حبا في النادي بس بيتبرعوا. تخيل بس مثلا بيجيبوا لك ال 40,000 في الشهر لغايه لما جرى. لكن ده مش الحل الدائم يعني مستحيل. دي فتره مؤقته قائمه على تبرعات المحبين تمام. فحضرتك بتقول ان في حاجه ماليا لازم تدار بشكل مختلف في الأندية دي. تمام. دي ثلاث حاجات. ايه الموارد اللي ممكن لو تم استثمارها في دوري قسم الثالث بالشكل الصحيح تدر ارباح على الأندية؟ يعني مصدر مواردهم ممكن يبقى ايه يا كابتن؟ اولا عندهم سور جميل جدا ممكن يتعمل محلات. تاني حاجه عندهم قاعات مش معموله كويس. عندهم مساحات للملاعب المفروض تتعمل وتتاجر وعندهم قاعه ما فيش عندهم قاعتين مش ما فيش فيهم واحده بتاعه قاعه افراح معموله. طب كل طب اللي يمنع اللي يمنع التمويل وزي ما قلت لحضرتك برضو ان المجلس بيجي متكتف يعني عايز يلعب كوره روتين وقواعد بالظبط وعايز يعمل كوره وعايز ولا هينظف ولا ولا هيدير بتبقى حاجات كتيره جدا. بس خلينا نتفق على حاجه ده كلام مهم جدا بس حضرتك عارف انه كمان كل قاعده لها استثناءات أكيد. اللي بيروح مكان والقواعد تسمح له او محتاجه شويه مطالبه من المسؤولين نفسهم بيبدا يجتهد ويسعى ويعمل اتصالات بالمسؤولين طالما عنده القاعات يعني عنده المكان اللي يقدر المكان. يبدا صحيح. ياخد تراخيص ويستغله طبعا صحيح. فكره الاعلانات على اسوار الانديه دي قصص لها علاقه بالدوله والمحليات يعني قصص لها موافقات ولها تراخيص فدي ممكن تبقى عقبه لان يعني ما اعتقدش ان حد يقدر يعمل ده من غير موافقه الدوله يعني ياخدوا بس ياخدوا المبادره يعني كده. هنا لو خدوا المبادرات دي واستغلوها بشكل امثل ممكن مستوى اللعبه والانفاق عليها في دوري القسم الثالث يزيد عندهم لعيبه كويسه. انا عندي ثلاث لعيب انا عندي لعيبه عاليه جدا يعني لكن هم احنا كان سن التنظيم بس انا عندي ثلاثة لعيبه يعني انا ارشحهم للنادي الاهلي. انا عندي ولد اسمه احمد ضيف عندي ولد اسمه ابو طالب عندي حسان دول لعيبه صغيرين انا بديك اسماء اللعيبه الصغيره اللعيبه صغيره عاليه جدا ممكن يعني انا دايما سنهم كام الثلاث لعيبه 97 مواليد 97 يعني اللي سلم في النادي الاهلي ده اللعيب ده لو من 4-5 سنين بيتمرن في نادي زي النادي الاهلي ممكن يبقى احسن من اللعيبه لا التلاتة. دلوقتي مش من 4-5 سنين ده يعني ما هو دلوقتي لو النادي الاهلي شاف ان يبقى اضافه يقدر باضافه طبعا يعني طيب انا اتمنى انك تعمل بشوفه. حلقه الوصل دي من يعني فرصه ان حد من المسؤولين عن الملف ده في النادي الاهلي يشوف اللاعب ده حاولت اعمل ماتش ودي في المرحله احنا كان عندنا 3 اسابيع راحه ما عرفتش اعمل ماتش ودي لا مع النادي الاهلي ولا مع النادي الزمالك. نتمنى التجربه توفق إن وان شاء الله طبعا كابن من ابناء النادي الاهلي ومن المحبين والنجوم السابقين في النادي الاهلي كابتن شمس بالتاكيد هتكون حريص جدا على اتاحه الفرصه للاعب نفسه انها افاق مختلفه خالص بالنسبه له الانتقال للنادي الاهلي وتكون اضافه للنادي الاهلي ان شاء الله لو كان لاعب مميز ممكن يضيف لقدرات الفريق. بنتمنى انك تقوم بالدور ده وتكون حلقه الوصل مع المسؤولين في النادي ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق في تجربتك وان شاء الله الامور تسير للافضل ويبدا العمل على علاج السلبيات اللي بتعاني منها او المعوقات اللي بتواجه فرق دوري القسم الثالث ومنها فريق المنزله وتكون موفق في تجربتك ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك جدا على وجودك معنا النهارده واسعدتنا بوجودك معنا على قناه. انا بشكرك جدا واتمنى ما اكونش كنت ضيف ثقيل على جمهور النادي الاهلي ومحبيه. اسعدتنا بوجودك معنا كابتن شرف. شكرا مشاهدينا بشكر حضراتكم على متابعه هذا الحوار نهايه هذه الفقره وهذا الحوار مع الكابتن شمس حامد لاعب النادي الاهلي السابق. بعد الفاصل وبعد متابعه التقرير التالي هنلتقي مع الزميل العزيز عمر ربيع ياسين وفقرته الخاصه والمتميزه ومتابعته للرياضة وملاعب كرة القدم العالمية. خلونا نتوقف مع حضراتكم مع هذا التقرير وجماهير الأهلي بتختار أفضل هدف. أبو الدهب ضربة حرة غير مباشرة وعالية وهوبا يا دوبون تصوير وجول جول 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 احسن هدف في تاريخ النادي الاهلي بالنسبه لي هو جول محمد ابو تريكه في رياض الصفاقسي. طبعا الهدف ده تاريخي ولا ينسى لكل جماهير النادي الاهلي ما بتنساوش لانها اغلى بطوله افريقيه يعتبر وصلت للنادي الاهلي. ماتش الاهلي والصفاقسي في النهائي في الدقيقه 91 خلص ابو تريكه اجمل هدف ما يتنسيش
ان رجعنا بالكاس وفرحنا بالكاس. هدف محمد ابو تريكه في الصفاقسي يعني كان هو الهدف الوحيد اللي انا اقول لك هو ده الهدف المؤثر اللي انا شايفه، ان ده كان تقريبا حلم المصريين كلهم، كان حلم بيضيع فبالتالي هو حققه، وبالتالي كان فرحه كبيره لينا، فحاجه ما تنسيش طبعا. ومحمد ابو تريكه يعني لعيب عظيم في تاريخ الكره المصريه، سواء انديه او في مستوى العالم العربي كلهم بيحبوه، والهدف ده عمره ما يتنسيله. بالنسبه لي هدف ابو تريكه في اورلاندو الجنوب افريقي اللي جابه هناك في جنوب افريقيا من الفاول، كانت اجواء جميله جدا لانه كان هدف زاويه بعيده جدا عن الحارس، فكانت صعبه جدا. بالنسبه لي الهدف ده من احسن اهداف ابو تريكه ومن احسن اهداف النادي الاهلي، وخصوصا انه كان هدف ساهم في بطوله. كان طبعا ما حدش كان مصدق بعد الهدف اللي جابه عماد متعب في سيو سبورت الكونفدراليه، اول مره فريق مصر ياخدها كان هو النادي الاهلي. هدف خالد بيبو في اليوم ده جاب 4 اهداف في الزمالك يوم ماتش 6-1، فانا كنت سعيد جدا بالمباراه دي وكان ماتش غير عادي. هو الهدف اللي حطه الخطيب في كوتوكو في سنه 83 كان هدف روعه الحقيقه. احلى هدف، هم في هدفين، هدف الكابتن عماد متعب بعد الدقيقه 90 تمام، في المباراه اللي كان ماسكها مدرب جريدو تمام، كانت البطوله اللي انا خدنا فيها البطوله هنا. والهدف الثاني للكابتن محمد ابو تريكه اللي خدناه من صفاقسي هناك في رادس. ابو الدهب ضربه حره غير مباشره وعاليه، هوبا يا دوبون تصوير او جول 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 جول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ولسه مكملين مع حضراتكم في الجزء الأخير من الأهلي الليلة، والجزء الأخير اللي بيكون معايا بيكون خاص بالكرة العالمية. طبعا في البداية خبر يمكن أو لاعب كرة قدم هو علي غزال نزل على الانستجرام الخاص به أنه بينهي تعاقده مع ناديه الأمريكي وبالتالي بيصبح لاعب حر. لكن علي غزال كتب على حسابه الشخصي الانستجرام، كتب أنه لقد كان أمرا سعيدا أن أكون جزءا من النادي، شكرا جزيلا للطاقم الفني واللاعبين والجماهير الذين رحبوا بي في تلك الفترة، أتمنى لكم حظا سعيدا في المستقبل. ده لنادي وايت كابس المشارك في MLS الدوري الأمريكي. طبعا علي غزال بينتظر وجهته القادمة، هنشوف علي غزال ينتقل في الفترة القادمة أو في انتقالات شهر يناير. زي ما حضراتكم عارفين أن الدوري الأمريكي مش بيبدأ بانتظام زي الدوري المصري أو الدوري حتى الأوروبي، وبالتالي علي غزال لازم ينتظر إلى شهر يناير ليتم قيده في أحد الأندية سواء في مصر أو في أوروبا. طبعا يعني بنتكلم أيضا على أخبار خاصة بلاعبينا المحترفين المصريين، وبالأخص محمود حسن تريزيجيه كالعادة ضمن أفضل أو ضمن أفضل لاعبين في الدوري التركي. وطبعا زي ما احنا عارفين الموقع الشهير هو سكورد حط تريزيجيه في تشكيلة أفضل 11 لاعب للجولة الأخيرة في الدوري التركي. تريزيجيه واحد من أمهر اللعيبة وأكثر اللعيبة اجتهادا في يعني مسيرته سواء مع منتخب مصر أو مع فريق أسن باشا التركي. نتمنى كل التمني إن شاء الله أن تريزيجيه سواء شهر واحد أو بنهاية الموسم أنه ينتقل إن شاء الله إلى نادي في أوروبا. بنتكلم في أوروبا من الدوريات الثلاثة، مش هقول الخمسة، لكن بتكلم على الإنجليزي الأسباني الإيطالي أو حتى الألماني. يعني أكيد طبعا ألمانيا واحدة من البلاد القوية جدا على مستوى بطولة الدوري، لكن وجود تريزيجيه أكيد في 4 دوريات زي دول
يعني بينقلوا نقلة تانية تماما، بيبدأ ان الانظار كلها تبقى موجودة معاه. مشكلة تريزيجيه ووجوده في الدوري التركي انه مش يعني بالقوة ولا بالمتعة اللي احنا ممكن نتابعها في الدوريات الاخرى، يعني حتى الدوري الالماني على قد ما ان هو قوي، لكن بيبقى فيه بعض الـ يعني عدم المتابعة من الجانب المصري ومن جانب الجمهور المصري، بسبب ان ما عندناش غير البايرن، ما عندناش غير بروسيا، وكمان ما فيش النجوم اللي تشد الجمهور للدوري الالماني عكس الدوري الاسباني اللي كان فيه رونالدو وكان وموجود فيه ميسي وموجود فيه كوتينيو وموجود فيه ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو مدريد، جريزمان ودييغو كوستا وسيميوني مدير فني وفالفيردي، وبنتكلم على وجود زيدان قبل كده. وبالتالي الكره الاسبانيه اكيد هي بالارقام هي افضل كره في الاعوام الاخيره. الانجليزي وحلاوته وقوته ودايما المدرجات اللي دايما بتبقى ممتلئه عن اخرها، الدوري الايطالي وميلان ولاتسيو وروما ويوفنتوس والانتر ونابولي وغيره وغيره من النجوم والتاريخ اللي موجود في ايطاليا. فنتمنى ان شاء الله ان تريزيجيه يكون موجود في احدى الدوريات الكبرى العالميه. يعني هنبدا معاكم اكيد بالاخبار اللي كلنا بعد ما كنا موجودين معاكم يوم السبت وكنا بنتابع احداث مباراه بوكا جونيورز وريفر بليت او ريفر بليت وبوكا جونيورز، والمباراه الاولى اللي انتهت 2-2. في البدايه المباراه كانت يوم 10/11/2018، دي المباراه الاولى اللي كانت على ملعب اللا بومبونيرا، ملعب بوكا جونيورز، وبسبب هطول الامطار الغزيره تم تأجيل المباراة ليوم واحد لتقام يوم 11/11/2018. المباراة بالفعل اتلعبت، كانت الأجواء سخنة بره الملعب لكن هادئة على مستوى الشغب، هادئة على مستوى الاحتكاكات، وبالتالي المباراة انتهت 2-2 بدون أي مشاكل تماما بين اللعيبة، بين أجهزة فنية، بين الجمهور واللعيبة، بتكلم على جمهور بوكا جونيورز ولعيبة ريفر بليت. طبعا المباراة الثانية أو مباراة العودة، مباراة كوبا ليبرتادوريس، نهائي كوبا ليبرتادوريس، البطولة الأعظم في أمريكا الجنوبية، البطولة اللي بدأت سنة عام 1960، واللي منذ انطلاق البطولة لم تشهد أي نهائي ما بين بوكا جونيورز وريفر بليت، لكن يشاء القدر 2018 أن النهائي يكون ما بين بوكا جونيورز وريفر بليت، علشان المباراة التانية اللي مفروض كانت تتلعب يوم السبت الماضي، مباراة العودة اللي كانت موجودة في ملعب ريفر بليت، يبدأ أحداث شغب، يبدأ أحداث عنف ما بين الجمهور الريفر بليتي ولعيبة بوكا جونيورز، احتكاك بالحافلة أو بالأوتوبيس اللي بينقل اللعيبة إلى ملعب المباراة، إصابات للعيبة فريق بوكا جونيورز، غاز في كل حتة، اللعيبة مش قادرة أن هي تتنفس في جوه الملعب، مقفول عليهم في أوضة، مفيش أي إسعافات غير من خلال النادي، مفيش أي تدعيمات من جانب ريفر بليت. طبعا الأجواء كلها ساخنة والأحداث ساخنة جدا جدا، لكن حصل بعض الضغوطات على لاعبي فريق بوكا جونيورز والجهاز الفني والجهاز الإداري في النادي ان هم يلعبوا المباراة، والمباراة اتأجلت لمدة ساعة، والمباراة خلاص كانت في طريقها الى نقطة البداية وضربة البداية، لكن كلنا سمعنا وشفنا التصاريح النارية من داخل غرف خلع الملابس، كلنا شفنا كارلوس فيز الأسطورة الأرجنتينية، واحد من أهم اللعيبة اللي موجودين في بوكا جونيورز، بيطلع يصرح ويقول إن إحنا مجبرين على اللعب، إحنا مش في ظروف صحية أو نفسية جيدة تخلينا نلعب المباراة. وبالتالي كمان تشيلافيرت الحارس الأسطوري الأورجواياني الباراجواياني صرح واتكلم، قال ان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يفضل مصلحته الشخصية ومصلحة التسويق والإعلانات على سلامة اللعيبة. زي ما حضراتكم شايفين قدامكم، ده جزء من أحداث الشغب الخطيرة جدا والغير أخلاقية من جانب فريق ريفر بليت، اللي أنا كنت على المستوى الشخصي كنت خايف من المباراة الأولى، لكن المباراة الأولى عدت على خير، عدت بسلام، عدت بأمن على كل اللعيبة اللي موجودين داخل الملعب. لكن زي ما حضراتكم شايفين بصراحة
لا في سلوك ولا في روح رياضية ولا في التزام ولا في أي حاجة. ده اسمه طبعا همجية، دي اسمها عدم احترافية، دي اسمها أن أنت بتصدر المشهد السلبي فقط لبلد الأرجنتين من خلال لعب كرة القدم. على الجانب الآخر، دي غرفة خلع الملابس الخاصة ببوكا جونيورز بعد ما سمعنا يعني واتكلمنا في أن كان في إصابات كتيرة جدا، وكان في بعض الاختناقات اللي موجودة من الغاز اللي كان منتشر في كل أنحاء ساحة ملعب المباراة. وبالتالي زي ما حضراتكم شايفين، ده فيديو من داخل غرف خلع ملابس بوكا جونيورز علشان يبين لنا الإصابات اللي موجودة وحالات الاختناق. طبعا دي مباراة كرة قدم في الأول وفي الآخر. المنظر اللي حضراتكم شايفيه ده منظر ما ينفعش الأتوبيس، ما ينفعش الأتوبيس يترمى، ما ينفعش أي دولة في العالم إن تسمح لجمهور موجود جاي يتفرج على لعبة كرة قدم. هي منافسة وليست خصومة، علشان خاطر في الأول وفي الآخر فريق يكسب وهنقول له مبروك، فريق تاني هيخسر وهنقول له هارد لك، إن يحصل المنظر اللي حضراتكم شايفين. مفيش أي دولة في العالم، مفيش يعني بنتكلم على أقوى الدربيات اللي موجودة في العالم، ده سوبر كلاسيكو على عيننا وعلى راسنا، لكن سوبر كلاسيكو في الإطار اللي مسموح فيه إن أنت تعبر عن رأيك داخل الملعب وخارج الملعب بالهتاف فقط لفريقك، إن أنت تحمس فريقك، إن أنت تتكلم عليهم بشكل جيد. الفيديو اللي قدام حضراتكم ده يعني برضو بيبين ان اللعيبه وهي داخله، ده كارلوس تيفيز داخل غرف خلع الملابس من نزوله للحافله او الاتوبيس الناقله للفريق، مخنوق يعني مش مصدقين الوضع والغاز اللي مضروب في كل حته والموضوع اوفر، يعني الموضوع اوفر. وكمان يعني تخيلوا حضراتكم، المفروض ان كان التدعيم اللي موجود 2100 شرطي هم اللي كانوا بيشرفوا على التأمين المباراة، لكن مع تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى والاجتهادات اللي احنا سمعناها أن المباراة احتمال تكون 8-12 وكمان في دولة خارج دولة الأرجنتين، وأن لو المباراة هتتلعب في الأرجنتين هيتم تأمينها بالكامل عن طريق الجيش الأرجنتيني، ودي أكيد يعني في سمعة الأرجنتين. وان احنا بنشوف كاس عالم 2030 الارجنتين عايزه تنظم بطوله كاس العالم، ده تماما بيديها نقاط سلبيه جدا 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 لدى البلاد اللي هتصوت لصالح الملفات المقدمه لدى الفيفا لاستضافه مونديال 2030. منظر ده قدام حضراتكم، ده رئيس نادي ريفر بلاي كان بيسجل في احدى القنوات الارجنتينيه لما كله عرف ان الجمهور نزل ارض الملعب او نزل غرف خلع الملابس وفي اتجاه الغرف او في اتجاه لعيبه بوكا جونيورز. رئيس النادي على طول فلق وجري وحتى ما كملش يعني نقطه ولا كلمه واحده للصحافه او للتلفزيون الارجنتيني، واكيد كان منظر يعني منظر يعني لا يمت بصلة إلى روح رياضية، ومنظر لا يمت بصلة إلى مباراة كرة قدم. هي مباراة خرجت بره إطار كرة القدم، مباراة مصارعة، حتى مباريات المصارعة ما بيكونش فيها المنظر اللي حضراتكم شفتوه. أي حاجة يو اف سي بقى، بنتكلم على كيك بوكسنج، بنتكلم على ملاكمة، عمر المباريات كرة القدم ما شفناها بالمنظر ده. لكن في الأول وفي الآخر زي ما حضراتكم عارفين، بعد المباراة أحداث كتيرة جدا، باتيستوتا تكلم ومارادونا، ده الجزء اللي كنا بنتكلم فيه الحلقة اللي فاتت عن كيفية تهريب الشماريخ لجمهور ريفر بليت عن طريق الأطفال الصغيرة. تخيلوا حضراتكم إن جمهور ريفر بليت بيتاجر بالعيال الصغيرة في إن هي تهرب شماريخ في اللبس زي ما حضراتكم شايفين. يعني ده لا لا يعني لا دين ولا جنسية ولا انتماء ولا اي حاجة في الدنيا تسمح ان انت تجيب ولد صغير تلف حوالين بطنه، يعني بتاع بنتكلم في كام شمروخ، كام شمروخ يعني. لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله، انا عارف ان ممكن حد يقول لي انت مكبر الموضوع، لكن لا، ممكن في اي لحظه حاجه تحصل بعد الشر. الطفل اللي لافف حوالين بطنه الشماريخ دي يحصل له اي حاجه، انا مش هقول لك ان هي تنفجر، هي مش ديناميت، لكن ممكن بعد الشر يحصل له بعض الحروق اللي تعمل له عاهه مستديمه في حياته المستقبليه بتبقى بسبب مباراه كره قدم. في الاول وفي الاخر انا بروح اتفرج علشان استمتع، هي مش تعصب، كره القدم مش تعصب، اللي فاهم كره القدم تعصب يبقى في حاجه مش واصله له. حب النادي وحب والانتماء اللي موجود ده طبعا حاجه تحفه وحاجه روعه، لكن الانتماء
ولما يتحول الى تعصب مميت ومدمر بيبقى هنا عيب وبيبقى هنا سلبيه كبيره جدا جدا على الفريق. كلنا بنشوف النادي الاهلي ازاي الجمهور بيحبه وازاي الجمهور بيغير عليه، لكن جمهور النادي الاهلي جمهور واعي، جمهور عارف حبه لناديه، عمره ما هيضر ناديه وعمره ما هيجيب اي حاجات سلبيه على ناديه. وكمان لما بيتم هنا مبادره ان احنا بنتكلم مع الجمهور بالالتزام في اطار معين كل بيلتزم، لكن المنظر او الفيديوهات اللي حضراتكم شفتوها دي لا تمت بصله تماما او لا تمت باي صله تماما الى مباريات كره القدم. بعد المباراه شفنا كلنا الكلام على ان هل رئيس اتحاد دولي موجود او هو جزء من المنظومه اللي ضغطت على فريق بوكا جونيورز علشان يلعبوا المباراه ولا لا. كمان كلنا شفنا ان انفانتينو بينفي الكلام ده وبيقول انا ماليش اي دعوه بتاجيل المباراه او حتى ان انا كنت ضغطت على نادي بوكا جونيورز او ضغطت على الاتحاد امريكا الجنوبيه اللي هو القومي بول ان هم يقيموا المباراه بعديها بساعه، لكن قرار الالغاء يعني مارادونا اتكلم وقال ان رئيس دوله الارجنتين وطبعا بيهاجمه بيقول له ان انت السبب في حدوث هذه الكوارث من فقر وعدم وجود نظام وان الفساد موجود في كل حته في كره القدم. وبالتالي هنا بنقول ان مارادونا دايما سخن بتصريحاته، مارادونا دايما لازم يكون وجهه مشرفه للعب كره القدم ولازم يكون عنده السلوك الحضاري حتى في انتقاده لرئيس الدوله اللي هو بيمثل دوله الارجنتين اللي هو في الاول وفي الاخر يعني كل الأطراف اللي موجودة هم المراية العكسة لدولة الأرجنتين في كل العالم. اللقاء ده كان منقول في كل حتة في العالم، فبالتالي لما نشوف المنظر زي ده أكيد عمرنا ما هنفكر نروح نتفرج على مباراة في الأرجنتين. كلنا هنبقى خايفين، وإحنا حتى لو في يوم من الأيام عندنا سياحة، عندنا رحلة سياحية، عندنا رحلة أولمبيات لعبتنا مسافرين، عندنا أي حاجة، حتى مع 2100 شرطي بنتكلم على 2000 شرطي مدعمين بكل الوسائل اللي ممكن يحاربوا بيها الشغب، فشلوا في أن هم يمتصوا غضب جمهور ريفر بليت أن هم يحموا حافلة بوكا جونيورز. وبالتالي بنتكلم على منظر سيء جدا. كمان زي ما قلت لحضراتكم 2030 الأرجنتين بتسعى إلى استضافة بطولة كأس العالم، وأنا أعتقد أن حدث زي ده في مباراة مهمة. تخيلوا حضراتكم الأرجنتين لو بتلعب في 2030 في الأرجنتين وصعدت نهائي كأس عالم والمنتخب مثلا الأرجنتين والبرازيل، وفي بقى حضراتكم عارفين العداوة اللي موجودة بين المنتخبين، إيه هيكون مصير المنتخب البرازيلي؟ إيه هيكون مصير المنتخب البرازيلي في حاجة زي دي؟ وكلنا أكيد جربنا وشفنا مصر والطوبة الشهيرة في تصفيات كأس العالم اللي حرمتنا إن إحنا نكون موجودين في بطولة كأس العالم بسبب ممكن تصرف فردي واحد بس. تخيلوا حضراتكم دول جمهور كامل كله على بعض فشل ان هو يطلع شكل الارجنتين بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. وبالتالي يعني كلنا بنامل وكلنا يعني نتمنى ان المباراه اللي جايه سواء تقام في الشرق الاوسط، ويقال ان طبعا احدى المراسلين في قنواتنا العربيه كان بيقول ان هو سمع مراسل في التلفزيون البرازيلي انه اقترح ان المباراه ممكن تقام في الشرق الاوسط وبالاخص دوله الامارات وبالاخص مدينه ابو ظبي، كمان استعداد مدينه ابو ظبي لاقامه كاس العالم للانديه، وبالتالي هم عندهم كل مقومات النجاح في استضافه مباراه قويه. كمان هتكون اكيد وجود جمهور ممتلئ في المدرجات طبعا سخونه المباراه وسخونه اللقاء 2-2 المباراه الاولى والنهائي كوبا ليبرتادوريس مش حاجه يستهان بيها. حتى جمهورنا العربي جمهور بيفهم في كره القدم فهيروح يتفرج على المباراه. انا اعتقد ان ده افضل حل لو تمت اقامه المباراه خارج البلاد بسبب اعمال العنف والشغب، وكمان حفظا لسلامه الفريقين. لكن هل بقى ممكن نشوف ان الجمهور الارجنتيني ممكن يسافر الى احدى دول الشرق الاوسط ويعمل نفس الشغب اللي كان بيعمله؟ انا يعني اتمنى ان هم اصلا ما يسمحوش بوجود الجماهير الارجنتينيه القادمه من الخارج. لكن زي ما قلت لحضراتكم اللقاء لحد دلوقتي مؤجل لاجل غير مسمى. بعض الكلام اللي بيقال انه احتمال تقام يوم 8/12/2018. خلصنا البطوله وخلصنا كوبا ليبرتادورس واتكلمنا عنها بما فيه الكفايه. هنروح لجائزه مهمه جدا وهو يعني من لاعبي كرة القدم المصريين اللي أكيد بيشرفونا، فخر لينا كلنا كمصريين وفخر لينا كلنا كعرب سواء مع منتخب بلاده منتخب مصر أو مع فريقه فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي. بيحطم أرقام قياسية كل يوم، ماشي بشكل كويس جدا، تاني هداف في الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 7 أهداف.
يعني فرق هدف واحد بينه وما بين سيرجيو أجويرو، وكمان بنتكلم على أنه فريقه في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الأول فريق مانشستر سيتي، هو اللاعب المصري المميز جدا محمد صلاح اللي بيحصل على جائزة الرياضي العربي المتميز، وكمان بسم الله ما شاء الله بيقترب من لقب الأفضل في أفريقيا العام 2018. ناخد الشق الأول وهي جائزة الرياضي العربي المتميز اللي بيمنحها طبعا يعني أعلن مجلس الأمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. امبارح حصول محمد صلاح على جائزة الرياضي العربي المتميز لعام 2018. الجائزة تم منحها لمحمد صلاح صباح اليوم، وكمان زي ما احنا عارفين ان محمد صلاح فاز بالجائزة كونه حقق أرقام قياسية وحقق مع فريقه الموسم الماضي سواء بصعوده إلى نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد، وكمان فاز بأفضل لاعب في أفريقيا نسخة الأخيرة، هداف الدوري الإنجليزي وأحسن لاعب في الدوري الإنجليزي وهو لاعب عربي، وبالتالي يستحق محمد صلاح الجائزة بكل تقدير. محمد صلاح طبعا كان في بعض الكلام والتسريبات من صحيفة ستار أفريكا المتخصصة في الشؤون الأفريقية، بالأخص بتتكلم دايما على الجوائز الخاصة بالكاف أو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قالت أن محمد صلاح هو الأقرب للفوز بالجائزة بعد ما جمعت عدد الأصوات أو المصوتين للاعبي أفريقيا، بنتكلم على ماني، بنتكلم على صلاح، بنتكلم على أوباميانج، وبالتالي هي حسبت الحسبة وشافت الناس أو كل منتخب أو كل مسؤول هيصوت لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وقالت أن محمد صلاح هو الأقرب للفوز بالجائزة. محمد صلاح بسم الله ما شاء الله بيقدم مستويات طيبة، بيقدم أداء مع فريق ليفربول على أعلى مستوى، كمان وجوده مع ان شاء الله مع فريق ليفربول في صعوده الى دور ال 16 دي يعني مباريات هتبقى قويه جدا، هنتكلم عليها بعد ما نخلص بعض الاخبار اللي موجوده معانا علشان نتكلم على لقاءات بكره وبعد، وكمان موقف المجموعات والفرق من الصعود الى دور ال 16. محمد صلاح طبعا نجمنا المصري اللي هازارد اتكلم عليه وحذر فريق باريس سان جيرمان من خطوره الثلاثي المرعب محمد صلاح وساديو ماني وروبرت فيرمينيو في مباراه هتبقى قويه جدا يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 10 بتوقيت القاهره. مباراه هتبقى قويه جدا. توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان اتكلم وقال ان نيمار ومبابي جاهزين لبدء المباراه، وبالتالي اكيد القوه الضربه لباريس سان جيرمان لازم تكون موجوده. باريس سان جيرمان هدفه الاول في كل موسم انه يفوز ببطوله دوري الابطال، الامر اللي بقى صعب جدا عليه، يعني كل موسم بنشوفه ان هو بيطلع من ادوار مبكره، الموسم الماضي طلع من قدام ريال مدريد في دور 16، كمان السنه دي او النسخه الحاليه من بطوله دوري الابطال عنده مشكله في الصعود الى دور 16 اصلا في مجموعه بتضم نابولي وليفربول وباريس سان جيرمان وريد ستار بلجراد، ان اي نتيجه سلبيه على فريق باريس سان جيرمان انا اعتقد بنسبه 70% هيكون خارج السباق في الصعود الى دور 16. طبعا تصريحات هازارد لقناه البلس الفرنسيه قال ان ليفربول لديه فريق رائع الموسم الحالي في ظل تواجد ثلاث مهاجمين فيرمينيو وصلاح وماني، لكن هو بيتوقع فوز باريس سان جيرمان في حال ظهور لاعبيه بالمستوى المعهود، وبيتكلم كمان بالاخص على نيمار وامبابي. طبعا هرجع تاني لجائزة محمد صلاح، جائزة افضل لاعب في افريقيا ان شاء الله اللي يعني هيتم اعلانها خلال الشهر القادم. محمد صلاح لو فاز بالجائزة هتبقى تاني مرة يفوز بها على التوالي يكون افضل لاعب في افريقيا، دي طبعا جائزة كبيرة جدا ومهمة جدا، واكيد هتشرفنا كمصريين وكعرب ان لاعب مصري عربي يحصل على جائزة افضل لاعب في افريقيا. نروح ل يعني دوري الأبطال والكلام على بطولة دوري الأبطال، وإن عندنا بكرة وبعده إن شاء الله يعني جولات مهمة جدا جدا. يعني طيب يعني محمد صلاح، ونروح معنا فيديو لمحمد صلاح بعد فوزه أو بعد الإعلان عن فوزه بالجائزة، هنروح نشوفه ونرجع نكمل.
طيب جائزه الابداع الرياضي لمحمد صلاح فاز بيها. تعالوا نروح نشوف حاجه لمحمد صلاح ونرجع نكمل مع حضراتكم. كان الجائزه المقدمه لمحمد صلاح، ربنا يوفقه ان شاء الله كمان في لقاء يوم الاربعاء. نروح بقى سريعا الى دوري الابطال، عندنا لقاءات مهمه جدا جدا جدا، هنقول لحضراتكم اهم المباريات والمواعيد وموقف الفرق من الصعود. يوم الثلاث ان شاء الله اللي هو هيكون بكره ان شاء الله عندنا معادين، معاد الساعه 8 الا 5 ومعاد الساعه 10. 8 الا 5 عندنا لقاءين، لقاء ايك اثينا اليوناني امام ايكس امستردام الهولندي، وسيسكا موسكو الروسي امام فريق فيكتوريا بيلزن التشيكي. دول لقاءين هيكونوا الساعه 8 الا 5 بتوقيت القاهره. الساعه 10 ان شاء الله عندنا فريق بايرن ميونخ وبنفيكا، مباراه قويه جدا 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 على ملعب اليانز ارينا. ومانشستر يونايتد هيلاقي فريق يانج بويز السويسري، مباراه صعبه لكن مانشستر في حاجه الى الفوز بالثلاث نقاط تأكيد صعوده إلى دور الستاشر بعد الفوز المهم جدا على فريق يوفنتوس في الجولة الأخيرة. أما يوفنتوس في نفس المجموعة هيلاقي فريق فالنسيا الأسباني، يوفنتوس أكيد أكيد لابد من هو كمان أنه يفوز علشان خسر ثلاث نقاط سهلين جدا ومهمين بعد ما كان متقدم على مانشستر يونايتد 1-0. ليون هيلاقي مانشستر سيتي على ملعبه، وروما في مباراة قوية جدا أمام ريال مدريد على ملعب الأولمبيكو، وأخيرا هوفنهايم الألماني هيلاقي شختار دونتسك الأوكراني. دي مباريات يوم الثلاثاء. يوم الأربعاء عندنا نفس المواعيد، الساعة 8 إلى 5 عندنا لقاءين، والساعة 10 باقي المباريات. الساعة 8 إلى 5 أتلتيكو مدريد مع موناكو، ولوكوموتيف موسكو مع جلاتا سراي. أما الساعة 10 توتنهام هوتسبيرز مع إنتر ميلان، وبي إس في أيند هوفن مع برشلونة في مباراة قوية أيضا. وتوتنهام وإنتر مباراة يعني إنتر لابد يعني هنقول لحضراتكم موقف المجموعة، لكن بروسيا دورتموند وكلوب بروج وباريس سان جيرمان وليفربول المباراة المرتقبة والمنتظرة لشعب مصر كله إنه يتفرج عليها ويتابعها علشان نجمنا المصري محمد صلاح. أما بورتو البرتغالي هيلاقي فريق شالكا، ونابولي هيلاعب فريق ريد ستار بلغراد. كده احنا خلصنا مع حضراتكم مواعيد المباريات، تمام؟ دلوقتي هنتكلم على موقف المجموعات وموقف الفرق، وهشرح مع حضراتكم واحدة واحدة كل مجموعة ومين الفرق الأقرب إن هي تصعد إلى دور الستاشر. المجموعة الأولى اللي بتضم بروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وكلوب روج وموناكو. بروسيا دورتموند في المركز الأول عنده 9 نقاط، وأتلتيكو مدريد 9 نقاط بيتساوى معاه في المركز الثاني، وكلوب روج عنده 4 نقاط، وموناكو عنده نقطة وحيدة فقط. الأقرب للصعود من المجموعة دي بنسبة كبيرة جدا بروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد، لكن مين المركز الأول ومين المركز الثاني؟ الاثنين بيتنافسوا، لكن الصعود فيها من وجهة نظري ان هو محسوم للفريقين. الاثنين بيأدوا بشكل كويس جدا، والاثنين عندهم الامكانيات ان هي تخليهم يكونوا موجودين في دور ال 16. مباراة او المجموعة الثانية اللي بتضم برشلونة وانتر ميلان وتوتنهام وسبيرز وبي اس في ايند هوفن. المجموعة دي رسميا تم خلاص برشلونة اعتماده رسميا في صعوده الى دور ال 16 برصيد 10 نقاط. انتر ميلان في المركز الثاني بسبع نقاط، وتوتنهام هوتسبيرز في المركز الثالث باربع نقاط، وبي اس في ايند هوفن بنقطه واحده. بي اس في ايند هوفن فقد تماما كل الفرص اللي موجوده ان هو يكون موجود حتى في اليوروبا ليج، وبالتالي بي اس في ايند هوفن هو خارج المجموعه تماما، ما عندوش اي امل في اي حاجه. هنا السؤال، هنا المباراه اللي هتكون يوم الاربعاء ما بين انتر ميلان وتوتنهام هوتسبيرز هتكون في انجلترا على ملعب فريق توتنهام. يعني فريق توتنهام لو فاز هيبقى عنده سبع نقاط، نفس عدد النقاط اللي موجوده عند فريق انتر ميلان، وبالتالي انتر ميلان هيبقى عنده مباراه اخيره مع يعني المباراه اللي هتتبقى له هتبقى هي دي فرصته الوحيده في ان هو يصعد او لا يصعد بسبب عدد الاهداف او بسبب لقاء الفريقين. يعني انتر ميلان وتوتنهام في المباراه الاولى انتهت 2-1، مباراه بكره لو انتهت بنتيجه اكبر من 2-1 زائد عدد اهداف اكتر
لفريق توتنهام ممكن بنسبه كبيره ان فريق توتنهام يصعد وانتر ميلان يروح لليوروبا ليج. لكن انتر ميلان لو حقق نتيجه ايجابيه بكره بتعادل مثلا خلاص بنسبه يعني 90% هو اللي هيصعد مع فريق برشلونه الى دور 16 في بطوله دوري الابطال، وتوتنهام بنسبه كبيره هيروح الى اليوروبا ليج علشان يلاقي فريق ارسنال وتشيلسي وميلان وريال بيتيس وغيره وغيره من الانديه اللي موجوده في اليوروبا ليج. المجموعه الثالثه اللي فيها ليفربول ونابولي وباريس سان جيرمان وريد ستار بلجراد دي المجموعه الوحيده في بطوله دوري الابطال كلها اللي الاربع فرق عندهم نفس فرص الصعود في دور 16، يعني كل المجموعات بنتكلم في فريقين او ثلاث فرق، لكن المجموعه دي بسبب ان ليفربول عنده 6 نقاط، نابولي 6 نقاط، باريس سان جيرمان 5 نقاط، وريد ستار بلجراد 4 نقاط. فريق ليفربول هيلاقي فريق باريس سان جيرمان خارج ملعبه، فريق باريس سان جيرمان لو كسب هيصعد الى المركز الاول ب8 نقاط، وفريق ليفربول هيستنى نتيجه نابولي وفريق ريد ستار بلجراد. لو فريق نابولي هو كمان فاز هيصعد الى المركز الاول، هيتخطى بفارق نقطه فريق باريس سان جيرمان، علشان فريق ليفربول هو اللي يكون موجود في المركز الثالث. فريق ليفربول عنده المباراه اللي بعد اللي جايه نابولي على ملعبه، نابولي هيكون متفوق على فريق ليفربول بحوالي 3 نقاط، فريق ليفربول محتاج ان هو يفوز على نابولي بنتيجه كبيره علشان المباراه الاولى انتهت 1-0، وبالتالي ليفربول يبص على عدد النقاط، يبص على عدد الاهداف، ويبص ايضا على المباراه بين الفريقين مين مجموع اهدافهم كان اكتر. فريق ريد ستار بلجراد لو فاز اكيد على نابولي هي مباراه صعبه جدا في ايطاليا، هيكون فرصته كبيره جدا 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 في الصعود الى دور 16، وبالتالي مجموعه قويه جدا جدا، وهي فعلا مجموعه الموت في دوري الابطال. مجموعه الرابعه بورتو وشالكا جلاتا سراي ولوكوموتيف موسكو، مباراه يعني مجموعه نايمه، مجموعه ما حدش واخد باله منها، لكن هي بورتو 10 نقاط، شالكا 8 نقاط، جلاتا سراي 4 نقاط، ولوكوموتيف موسكو 0 من النقاط، وبالتالي بورتو وشالكا هم الاقرب الى الصعود كاول وتاني لو استمر السيناريو في فوز فريق بورتو باللقاءين القادمين، وفريق شالكا نفس الكلام، لكن هي مجموعه سهله بكل المقاييس. المجموعه الخامسه مجموعه بايرن ميونخ واياكس امستردام وبنفيكا واياك اثينا. بايرن ميونخ عنده 10 نقاط، اياكس امستردام عنده 8 نقاط، وبنفيكا 4 نقاط، واياك اثينا 0 من النقاط. زي ما حضراتكم شايفين الاقرب الى الصعود هو فريق بايرن ميونخ وفريق اياكس امستردام. يعني كمان مباراه بكره بايرن ميونخ وبنفيكا، وانا اعتقد ان فوز بايرن ميونخ هو الاقرب، وبالتالي عشان ينهي على كل حظوظ وامال فريق بنفيكا في الصعود، وبنفيكا كده كده هيكون موجود في اليوروبا ليج. مانشستر سيتي المجموعه السادسه، ليون، هوفنهايم، شختار دونيتسك، مجموعه قويه الى حد ما، لكن كالعاده السيتي في المركز الاول ب9 نقاط، وانا شايف ان هو ضمن صعوده خلاص كاول للمجموعه. عنده مباراه صعبه امام ليون، ليون على فكره عنده 6 نقاط، فارق 3 نقاط ما بينه وبين مانشستر سيتي، لو فاز ليون على مانشستر سيتي هيتساوى معاه في عدد النقاط وكمان في المراكز، وبالتالي ليون عنده فرصة كبيرة جدا جدا بكرة ان هو يأكد وصوله وان هو يبعد تماما عن اي حسابات تدخله في الفرق، سواء هوفنهايم اللي عنده 3 نقاط او شختار. هوفنهايم هيلاقي شختار، هوفنهايم عنده 3 نقاط، لو كسب فريق هوفنهايم يبقى عنده 6 نقاط، ولو ليون خسر هيتساوى ليون مع هوفنهايم، وبالتالي يعني مجموعه الى حد ما شويه معقده، لكن شختار دونيتسك هو يعني انا شايف انه ما عندوش فرص في الصعود، لكن بنتكلم على ليون او هوفنهايم حد منهم هيكون موجود في اليوروبا ليج. السيتي اكيد هيكون موجود مع الكبار في دور ال 16. المجموعه السبعه القبل الاخيره، ريال مدريد، روما، سيسكا موسكو، فيكتوريا بلزم. ريال مدريد وروما 9 نقاط بيتساوى في عدد النقاط، سيسكا موسكو وفيكتوريا بلزم 4 نقاط ونقطه وحيده. سيسكا موسكو هيروح الى اليوروبا ليج، لكن مباراه يوم الاربع ريال مدريد وروما هي دي اللي هتحدد مين فيهم صاحب المركز الاول، وبالتالي هنشوف الميرينجي، هنشوف يعني سولاري ولاعيبه ريال مدريد هيفرطوا في صداره المجموعه لروما، ولا روما هيستطيع ان هو يتفوق عليهم زي ما تفوق قبل كده واقصى فريق برشلونه من دور الثمانيه لبطوله دوري ابطال اوروبا. ريال مدريد هنشوف هل هيقدر ان هو يستطيع ان يفيق من الغيبوبه اللي لحقته في اخر مباراه امام فريق ايبار واللي خسر من خلالها 3-0. الوقت بيجري مننا، لكن سريعا بعد اخر مجموعه عايز اقول لحضراتكم على موقف بيخص فريق ريال مدريد وكلام بتخرجه جريده دورشبيجل الالمانيه عن قائد الفريق سيرجيو راموس. يوفنتوس، مانشستر يونايتد، فالنسيا، يانج بويز،
يوفنتوس 9 نقاط، مانشستر يونايتد 7 نقاط، فالنسيا 5 نقاط، ويانج بويز نقطة واحدة. لو فريق مانشستر فاز بكرة ويوفنتوس فاز هو كمان، خلاص يوفنتوس يبقى عنده 12 نقطة وضمن صعوده رسميا، وكمان مانشستر 10 نقاط يبقى ضمن صعوده رسميا. أما فالنسيا بسبب فارق النقاط 4 نقاط ما بينه وبين يانج بويز هيكون موجود في اليوروبا ليج. وبكده أنا خلصت مع حضراتكم استعراض لقاءات بكرة إن شاء الله يوم الثلاث ويوم الأربع في دوري الأبطال. كمان استعرضت معاكم المجموعات وفرص كل فريق من الفرق اللي هتكون موجودة إن شاء الله، وفرص صعودهم إلى دور 16 ومن الفريق اللي ممكن يكون موجود في اليوروبا ليج. عايز أقول لحضراتكم ريال مدريد وجريدة دير شبيجل الألمانية كان في كلام قبل مباراة إبار اللي فريق ريال مدريد خسر فيها 3-0. بعض التسريبات اللي خرجت للصحف العالمية اللي جريدة دير شبيجل متولية قصة التسريبات وقصة الفساد اللي موجود في الفيفا، طبعا بنتكلم في كلام موجود قبل كده وبنتكلم في كلام موجود يعني حاليا بيتم تسريبه. مبدئيا دير شبيجل اتكلمت وقالت ان سيرجيو راموس في نهائي كارديف 2017 امام فريق يوفنتوس واللي انتهى بفوز ريال مدريد 4-1 انه في بعض التحليلات الخاصة بالمنشطات طلعت نتائج إيجابية، وبالتالي ما تسربش الخبر لكن تم تحذير الطبيب الخاص بالفريق. كمان سيرجيو راموس طلع ونفى وقال أنا هادي في الأمور اللي زي دي وأنا بوكل المحامي بتاعي عشان يرد على كل المهاترات اللي بتتقال. امبارح بعد المباراة جريدة دير شبيجل خرجت وثيقة جديدة في مباراة أمام ملقا في شهر 4 اللي فات وريال مدريد تفوق فيها 2-1. جه بعد المباراة لسيرجيو راموس تحليل منشطات. سيرجيو راموس اتكلم وقال انه مش حابب ان هو او هو بيفضل ان هو ياخد دوش الاول بعد كده يعمل بعض التحاليل، وده امر مرفوض في عالم كره القدم. لازم التحاليل المنشطات تكون موجوده على طول بعد المباراه مباشره. هنروح سريعا ناخد اكبر قدر ممكن من الصحف العالميه اللي موجوده وبعديها بقى نختم مع حضراتكم. نروح للصحف الايطاليه ونشوف كاتبين فيها ايه الصحف اللي بتصدر صباح اليوم. صحيفه جازيتا دولو سبورت بتتكلم نابولي تعثر مع سجل مميز لليوفي في شهر نوفمبر، وطبعا يعني اكيد بتتكلم على من يستطيع ازاله الاسكوديتو الثامن على التوالي من فريق يوفنتوس. فريق يوفنتوس رقم 8 بيحاول ان هو يحقق الدرع الثامن لي او البطوله الثامنه لي على التوالي في الدوري الايطالي. نروح لكوريري ديلي سبورت، يوفنتوس على الاريكا، يعني خلاص يوفنتوس بقى عدد نقاط مريح بينه وبين اقرب منافسيه نابولي، وكييفو اوقف نابولي. تعادل اليوفي مع فالنسيا يكفي للتاهل دور 16 من دوري الابطال. وتوتو سبورت سي ار بلس 8، يوفنتوس بالفعل ذهب بعيدا، سيطره لم يكن لها مثيل مع ارقام قياسيه 37 نقطه زائد 8 نقاط فارق ما بينه وبين صاحب المركز الثاني بعد مرور 13 جولة. صحف انجلترا الميرور بتتكلم على الأسطورة ريو فيرديناند يحذر من انتقال جوزيه مورينيو للاعبين الشباب علانية سيؤدي لنتائج عكسية على الفريق والمدفعية في القمة، لكن أوزيل على دكة البدلاء. ديلي ستار مشكلة أوزيل وإمري يقصي مسعود، وبوتش يتحدث مع ألي بشأن سلوكه. ذا سان بورنموث وأرسنال 2-1، واستبعاد إمري لأوزيل لأنه لن يستطيع التعامل مع ذلك جسديا، ولويز يحذر البلوز بأن يتعاملوا مع ذلك خسارات أمام توتنهام. أخيرا نروح لصحيفة الأس الأسبانية، أخذوا صدارة الليجا وإشبيلية 1 وبلد الوليد 0. إشبيلية ذهب عن الجميع، سولاري سيراهن على إسكو بعد مستوى بيل وأسنسيو. كده احنا كنا مع حضراتكم واتكلمنا معاكم بشكل سريع عن آخر المستجدات اللي موجودة في الصحف العالمية والكرة العالمية بشكل عام. إن شاء الله نشوفكم دايما على 1,000,000,000 خير في الأهلي الليلة. نشوفكم على خير، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.